اللاعب في أفريقيا 2017. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في حلقه جديده من ملوك الصراط. زي ما عودناكم كل يوم جمعه من 7 ل 9 بنطلع على شاشه قناه النادي الاهلي عشان نغطي كل الالعاب الاخرى والعاب الصالات داخل النادي الاهلي. الحقيقه قبل ما ابتدي حلقتي واقول لكم حلقتنا النهارده يعني بتتكون من ايه او هنتناول فيها ايه، بحب طبعا اقدم خالص التعازي كقناه النادي الاهلي والنادي الاهلي نفسه كمان، نقدم خالص التعازي في اللاعب المغفور له محمد الجزار اللي وفاته المنية يعني ليلة رأس السنة. محمد الجزار لاعب طبعا دي صورتنا المرحوم محمد الجزار، ربنا يرحمك يا محمد. محمد هو لاعب مواليد 76، نشأ في طنطا وتدرج يعني في الناشئين حتى وصل الفريق الأول وحقق نتائج طيبة مع الفريق الأول. اشترى نادي الاتحاد السكندري هو وأخوه أحمد الجزار. محمد يمكن مواليد 76، احمد الجزار مواليد 77. اشترى الاخين الجزار من نادي طنطا، ذهب الاثنين الى نادي الاتحاد السكندري، عملوا مواسم كتير كويسه وخدوا بطولات كتير مع نادي الاتحاد السكندري، وانتقلوا بعد ذلك الى نادي الجيش المصري. ظلوا يلعبوا في نادي الجيش، ومحمد ظل يلعب نادي الجيش حتى من سنتين فاتوا وبطل، وهو اصبح المدير الاداري او من 3 سنين بقى المدير الاداري لنادي الجيش. محمد وفاته المنية فجأة داخل منزله بعد عودته من مباراة المرتبط في اسكندرية. نادي الجيش كان بيقابل بيلاقي نادي الاتحاد، عادوا بالليل فجرا من اسكندرية، طلع بيته يعني نام الصبح بدري، زوجته وأولاده خرجوا رجعوا لقوه توفى، ربنا يرحمك يا محمد. محمد اللي ما يعرفوش نحب نقول له محمد كان رمز الأخلاق والأدب. محمد أنا لعبت قصاده يعني فترات طويلة، ولعبنا مع بعض في المنتخبات، ولعبنا مع بعض في يعني في الأندية قصاد بعض. محمد عمره ما صدر منه أي حاجة في حق حكم أو لاعب أو زميل. محمد كان فعلا نموذج للاعب المتناهي في الخلق. الحقيقة عزانا الوحيد أن محمد يعني إن شاء الله في مكان أفضل، إن شاء الله في الجنة يا محمد، ولكن هو الموت فجأة الحقيقة أثر فينا كلنا، كل العزاء، وبنقدم خالص العزاء إحنا كقناة النادي الأهلي وأيضا كمان النادي الأهلي لأسرة المتوفي كابتن محمد الجزار وولاده أسرته كلها. وأكيد وعد إن شاء الله من قناة النادي الأهلي إن إحنا هنكون يعني في كل مكان أو كل مناسبة فيها تكريم لاسم محمد. الحقيقة محمد لم يكمل عامه الـ 42، مواليد 76، 41 سنة، ربنا يرحمك يا محمد إن شاء الله، وأكيد لا ننساك أبدا، وإن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك لمحزونون يا محمد، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإنا إليه راجعون. الحقيقة عايز برضه أقول خبر كمان، منذ لحظات أو ممكن منذ دقائق انتهت مباراة المرتبط بين النادي الأهلي والجزيرة في النهائي. النهائي مرتبط في كرة السلة بيتلعب على مباريتين كأنه رايح جاي. المباريتين بيتلعبوا على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر. المرتبط بقيادة كابتن أحمد الجرحي فاز النهاردة على سبورتينج في المباراة الأولى بنتيجة 73-62، يعني فرق 11 نقطة. كانت نتيجة الأشواط الشوط الأول 16-11 نادي الجزيرة. نادي الجزيرة كان متفوق بقيادة كابتن أسامة السيد المدير الفني لفريق نادي 16 نادي الجزيرة 16 سنة. الشوط الأول انتهى 16-11 لفريق الجزيرة. الشوط الثاني هو ده كان فيه الطفرة الكبيرة أو زي ما بيقولوا الصحوة الكبيرة للفريق المرتبط، خلص 28 نادي الأهلي، يعني النادي الأهلي حط 27 نقطة في هذا الشوط في الوقت اللي حط فيه نادي الجزيرة 12 نقطة. فالكفة مالت بشكل كبير جدا ناحية النادي الأهلي، 38-28. الشوط الثالث انتهى 49-41. الشوط الرابع والأخير انتهى 73-72. ألف مبروك، خطوة مهمة للتتويج باللقب بيقام دلوقتي في أثناء ما احنا بنتكلم مع حضراتكم. المباراة الأولى للفريق الأول ما بين نادي الجزيرة أو نادي الأهلي ونادي الجزيرة هنتابعها طبعا مع حضراتكم النتيجه الى ان ينتهي البرنامج، وسيتابع طبعا كابتن محمد فاروق سعد بعد ان شاء الله النتيجه ويخبركم بيها. واحنا بكره ان شاء الله هنغطي النهائي او المباراه النهائيه ابتداء من مباراه المرتبط الساعه 4، هنطلع باستوديو تحليل الساعه 3 ان شاء الله، وهنغطي وهنذيع على الهواء مباشره مباراه المرتبط من 4،
وبعد كده مباراه الفريق الاول من الساعه 6 ايضا بالاستوديو التحليلي. وهيكون طبعا ضيوفي بكره ان شاء الله كابتن عماد مراد طبعا لاعب النادي الاهلي ونجم الاهلي السابق، هيكون معايا طبعا كابتن خالد بخيت، هيكون معايا ان شاء الله كابتن شريف الجندي في الاستوديو التحليلي. بكره ان شاء الله هيبقى يوم كله كره سله مع ملوك الصالات للنادي الاهلي. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، قلوبنا معاهم ان شاء الله تكون ثالث بطوله في الالعاب الجماعيه تخش ان شاء الله النادي الاهلي في عهد مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد بقيادة طبعا الكابتن محمود الخطيب، اللي طبعا احنا من هنا بنقول له ألف سلامة والحمد لله على سلامتك كابتن محمود، إن شاء الله تبقى حاجة بسيطة بإذن الله وما تتكررش مع حضرتك، ونتمنى لحضرتك دائما أبدا الصحة والسلامة. خلينا نخش في حلقتنا. حلقتنا النهاردة عبارة عن ثلاث فقرات، الانترو اللي أنا مع حضراتكم فيه أو المقدمة هيبقى فيها بعض الأخبار وأيضا بعض التقارير المصورة، بننقل لحضراتكم الحدث لغاية عندكم على شاشة قناة النادي الأهلي. عندنا الفقرة الثانية إن شاء الله هيكون معانا الكابتن ياسر داوود رئيس جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي، واللاعبة روان أيمن بطلة العالم طبعا في رمي المطرقة للناشئين 18 و16 وكسرة رقم مصر الحقيقة ما شاء الله، ربنا يا رب يكرمها تاتش وود. هذه اللعيبة تذكروا هذا الاسم روان أيمن إن شاء الله بإذن الله بدون مقاطعة، ربنا يحميها من الإصابات يا رب ومن العينين، إن شاء الله هتكون صاحبة ميدالية أولمبية بإذن الله وسنتحمس لها كثيرا. وإحنا هنا في ملوك الصلاة يعني دائما أبدا عمرنا ما بننسى يعني الطايرة واليد والسلة والألعاب الجماعية، الألعاب شعبية وكل حاجة، ولكن في ألعاب بيبذلوا مجهود ومضني الحقيقة لا يقل عن هذه الألعاب، وإحنا دائما معاهم ومكملين معاهم المشوار وسنظل دائما أبدا منبرهم، ودايما هنكون بنوصل صوتهم حتى سواء في انتصارات ليهم مطالب، هنكون ان شاء الله ملوك الصالات هو المنبر الاعلامي لهذه الالعاب ان شاء الله. الفقره الثانيه هيكون معايا طبعا كابتن طارق الصغير مدير جهاز الغطس والسباحه بالنادي الاهلي، وهيكون معايا الكابتن طارق النبيل المدير الفني لفرق الغطس بالنادي الاهلي، وهيكون معانا اللاعبه الاولمبيه مها عبد السلام، اللاعبه الاولمبيه اللي شاركت في ريو دي جانيرو وحصلت تقريبا على المركز ال 16 او 17 على ما اتذكر. مها بتتمرن كويس، مها عامله شغل كويس، هنشوف مها وصلت لغايه فين ونطمن عليها، وهنشوف الغطس في النادي الاهلي اخباره ايه الحقيقه، في مجهود كبير بيبذل. خلينا نبتدي معاكم الاخبار عشان ما اطولش على حضراتكم. هنبتدي الخبر الاول، الفتره اللي فاتت حصل لغط كبير جدا وكلام كتير، بطوله افريقيا للكره الطائره ستسحب من النادي الاهلي، الاتحاد الطائره بيطلب تنظيمها، طبعا في لغط حصل كتير ولكن الاتحاد الافريقي حسم هذا اللغط وبعت جواب للنادي الاهلي بيؤكد ان النادي الاهلي هو من سينظم البطوله الافريقيه للكره الطائره سيدات ورجال، وفي بعثة جايه ان شاء الله من الاتحاد الافريقي للكره الطائره بيوم 13 و14 يناير الجاري، معاينه الصاله والتجهيزات جوه النادي الاهلي وطبعا على اعلى مستوى ان شاء الله، ويوم 15 سيتم توقيع العقود، طبعا ده كان متوقع. طبعا عضو مجلس اداره رئيس البطوله ان شاء الله يكون الاستاذ احمد الجرحي، ده هو طبعا رئيس او عضو مجلس اداره النادي الاهلي واللي هو طبعا مسؤول عن البطوله ورئيس اللجنه المنظمه الاستاذ محمد الجرحي. انا اسف طبعا الكابتن احمد الجرحي هو المدير الفني لفريق 16 سنه، الاستاذ محمد الجرحي هو هيكون مدير البطوله ورئيس اللجنه المنظمه، وهو الحقيقه دلوقتي عامل مسابقه عشان اختيار اللوجو للبطوله ومشارك فيها كل الناس، وهيبقى فيها جوائز قيمه. الحقيقه بدا الشغل من دلوقتي على قدم وساق ولكن الموضوع اتقفل تماما. هنقول الخبر، الاتحاد الافريقي للطائره يؤكد تنظيم الاهلي لبطولتي الرجال والسيدات. تلقت اداره النادي الاهلي خطابا من الاتحاد الافريقي للكره الطائره يؤكد فيه على موافقته النهائيه على تنظيم الاهلي لبطولتي افريقيا للكره الطائره سيدات ورجال، حيث ستقام بطوله افريقيا للسيدات خلال الفتره من 5 وحتى 15 مارس القادم، وتقام بطوله افريقيا للرجال خلال الفتره من 25 وحتى 6 ابريل المقبل. وجدد الاتحاد الافريقي خلال خطابه على ثقته في تنظيم النادي الاهلي للبطولتين خلال الفتره القادمه، مع التاكيد على قيام لجنه من الاتحاد بزياره تفتيشيه لمعاينه منشات النادي، بحيث يكون وصول اللجنه يوم 12 يناير على أن تكون الجولة يومي 13 و14 من يناير، وهو الإجراء الذي تقوم به اللجنة المشار إليها عند استضافة أي بطولة. وجاء في الخطاب أيضا التأكيد على إقامة حفل للإعلان عن توقيع عقود تنظيم النادي الأهلي للبطولتين يوم 15 يناير الجاري بالقاهرة. وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد الجرحي طبعا عضو مجلس الإدارة الرئيس اللجنة المنظمة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد اجتماعات من أجل تنظيم خطة العمل الخاصة بالفترة القادمة، حيث تم تشكيل العديد من اللجان الداخلية ووضع خطة زمنية لكل المهام المطلوبة بما يضمن تنظيم بطولة قارية مواصفات عالمية. احنا كلنا ثقة إن شاء الله في الله طبعا
وكلنا ثقه ثم في النادي الاهلي ان البطوله هتخرج بشكل كبير جدا جدا وستشرف النادي الاهلي زي ما بطوله افريقيا للرجال كره السله شهر ديسمبر 2016 شرفت النادي الاهلي امام القاره السمراء كلها، وان شاء الله سيكون انجاز كبير لملوك الصالات هذا الموسم قاريا زي ما كان الموسم اللي فات. خلينا نروح للخبر الثاني، سيدات طائره الاهلي يواجه سموحه في كاس مصر. يواجه الفريق الاول الكره الطائره سيدات بقياده الكابتن حمدي الصافي المدير الفني فريق سموحه في دور ال 16 بكاس مصر وفقا لنتيجه قرعه البطوله. ومن المقرر ان تقام المباراه يوم 31 يناير المقبل بصاله النادي الاهلي بمقر النادي الاهلي بالجزيره. يذكر ان فريق السيدات النادي الاهلي حامل اللقب في نسخته الاخيره الموسم الماضي. خلينا نقول ان فريق السيدات حصل على البطوله العربيه منذ اسبوعين تقريبا. الفريق السيدات دايما كل سنه بيلعبوا اربع بطولات كبيره، بيبقى بيبتدوها بالبطوله العربيه بتكون في شهر ديسمبر، وبعد كده بطوله الدوري والكاس، وبعد كده البطوله الافريقيه. البطوله الافريقيه السنه دي زي ما قلنا هتبقى في مارس، هي كانت دايما بتبقى في ابريل، ولكن الاتحاد الافريقي قدمها شهر لظروف ارتباطات الاجنده الدوليه للاتحاد الافريقي، قدم بطولتهم في مارس. ان شاء الله كلنا ثقه في فتيات الذهب وكابتن حمدي الصافي باذن الله لقب افريقي، لان احنا كنا خدناه موسمين ورا بعض بس خسرناه الموسم اللي فات، وان شاء الله الموسم ده ترجع تاني مكانها الطبيعي كأس أفريقيا للسيدات لكرة الطائرة في النادي الأهلي. خلينا أقول الخبر الثالث، كابتن مصالحي طبعا المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بيقول راض عن أداء رجال الطائرة في الأدوار الأولى من الدوري. أكد كابتن محمد مصالحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي رضاه عن أداء الفريق خلال مباريات الدور التمهيدي والدور قبل النهائي من مسابقة الدوري، وذلك بعد نجاح الفريق في حسم تأهله للدور النهائي للأدوار النهائية عقب فوزه في جميع المباريات بالدورين الماضيين. وقال مصالح ان الفريق لعب 6 مباريات في الدور التمهيدي فاز بها جميعا بنتيجه 3-0، فيما لعب 6 مباريات ايضا بالدور قبل النهائي فاز في 4 بنتيجه 3-1، وفاز في اثنين بنتيجه 3-0، والاثنين مباراتين تانيين بنتيجه 3-1، يعني كل اللي اتلعب النادي الاهلي خسر شوطين فقط في مباريتين، وهو امر مرضي بالنسبه له. وأضاف المدير الفني الأهلي أن مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في الأدوار الماضية من الدوري أدوا ما عليهم بنسبة كبيرة، لافتا إلى أنه حرص على إشراك جميع اللاعبين في كل المباريات بالإضافة إلى 4 لاعبين ناشئين هم يوسف الصافي ويوسف مرجان وعمر ياسر ومحمد عثمان، موضحا أن الأربعة ناشئين قدموا أداء جيدا في الفترة التي شاركوا فيها، مؤكدا أنه حرص على الدفع بهم من أجل إكسابهم خبرة المشاركة مع الفريق الأول واللعب في دوري الدرجة الأولى كونه مستقبل النادي. خلينا أقول أن شكري الجويني لاعب النادي الأهلي المحترف في صفوفه أو لاعب الترجي النادي الأهلي وقع معاه لمدة موسم بدا ينسجم كمان مع الفريق، كان يمكن اتاخر في الانضمام للفرقه عشان كان في بطوله افريقيا التي اقيمت باستاد القاهره، بعديها انضم للفريق. فكابتن مصالحي شايف ان دي فرصه كويسه عشان كل الناس او كل اللاعبين حتى عبد الله عبد السلام كل اللاعبين تخش في هارموني واحد. كل التوفيق طبعا في بطوله افريقيا ليهم كمان القادمه ان شاء الله في اخر مارس واول ابريل. خلينا نخش في الخبر الرابع يخص كره اليد. جهاز يد الاهلي يطمئن على الدوليين بمعسكر فرنسا. حرص الجهاز الفني للفريق الاول لكره اليد رجال بالنادي الاهلي على التواصل مع خماسي الفريق الدوليين محمد ابراهيم واسلام حسن وابراهيم المصري وممدوح طه وعمر الوكيل بكار خلال تواجدهم بمعسكر منتخب فرنسا. خلينا اقول المنتخب مصر بيشارك في بطوله فرنسا مهمه جدا عشان استعدادا لبطوله افريقيا اللي في الجابون. بطوله فرنسا بيشارك فيها 3 فرق من اقوى المنتخبات الاوروبيه. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر طبعا ولاعيبه النادي الاهلي. واجرى كابتن عاصم حماد المدير الفني ومحمد عادل المدرب العام اتصالات باللاعبين للاطمئنان عليهم وتقديم الدعم اللازم لهم من اجل تقديم افضل ما لديهم مع المنتخب خلال الفتره القادمه. ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الجابون خلال شهر يناير الجالي بعد أن توج بلقب البطولة الأفريقية بلقب بطولة لاتفيا الدولية الودية. وكان الأهلي قد توج بلقب كأس الاتحاد بدون الدوليين. خلينا أقول لكم البطولة دي أقيمت بدون مشاركة الدوليين، برضه حصل لغط كبير في هذه البطولة. الناس قالت البطولة دي غير معتمدة من الاتحاد المصري لكرة اليد وهو مش على أجندته هذه البطولة. طبعا الاتحاد المصري قطع الكلام في الموضوع ده وقال إن البطولة دي معتمدة والبطولة دي أقيمت 3 مرات والنادي الأهلي حصل عليها 3 مرات. النادي الأهلي حصل على هذه البطولة منذ إنشائها. البطولة دي بتقام من غير اللاعيبة الدوليين. النادي الأهلي فاز عليها وفاز عليها في المباراة النهائية ضد نادي الزمالك. ودي كانت يعني ابرز التصريحات واخر واهم الاخبار داخل القلعه الحمراء في الاخبار اللي فاتت، ويعني الحقيقه كلها مبشره بالخير وكلها تفاؤل باذن الله. طيب خلينا نطمن بقى الفرق بتاعتنا بس بتقارير مصوره. هبتدي معاكم بالتقرير الاول عندنا
قالها الفريق الاول لكره السله الرجال اللي بيخوض دلوقتي مباراه المباراه الاولى في النهائي للدرجه الاولى ضد نادي الجزيره. تدريباته للنهائي دوري المرتبط. في التقرير التالي نتابع ابرز تصريحات الجهاز الفني واللاعبين في عن المنافسه طوال مشوار البطوله. نشوف التقرير وارجع لحضراتكم. مجموعتنا كانت قويه جدا، يعني احنا قابلنا الاتحاد، قابلنا سموحه، قابلنا سبورتنج، الحمد لله فزنا على الفرقه دي كلها. يمكن المنافس اللي هو هنعوضه اللي هو النهائي ان شاء الله اللي هو الجزيره، يعني تقريبا ما قابلش غير الزمالك اللي كان في سكته يعني. فالحمد لله انا حضرت الماتش اللي فات، والولاد كانوا على مستوى على قد المسؤوليه وقدموا مباراه يعني عالي المستوى وكانوا قد المسؤوليه. كان طارق خيري واضح انه محفظهم فرقه السبورت كويس قوي، ورغم برضه احنا عندنا مشاكل في الاصابات، مشاكل جدا يعني. طارق غنام لسه راجع من اصابه، ومود الجرحي، جمال، ابو النصر، وراقه برضه لسه برضه في اصابات ما اكتملتش اللي هو فتحي ومهند. فالموجودين طبعا البركه فيهم، ان شاء الله ربنا يوفقهم ويكون ماتش كويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل المجهود اللي عملناه، لانه عملنا مجهود جامد قوي السنه دي، وان شاء الله يعني خير باذن الله ونفوز البطوله باذن الله. الدوري المرتبط السنه دي قوي جدا جدا جدا، وبالذات لما تحول شكل المنافسه من دوري لكاس، بمعنى خروج المغلوب، يعني ما فيش مجال للتعويض، ودي صعوبة البطولة عامة بشكل عام. سكتنا لحد النهائي مع الجزيرة إن شاء الله كان سموحة دور الثمانية، سبورتنج سيمي فاينال. الفرقتين دول صعوبة الموضوع بالنسبة لهم إن هم عندهم فرقتين مرتبط كويسين جدا، ويعني هي دي صعوبة الموضوع، إن أنت يعني على الأقل لازم تكسب جيم من الكبار. فهي دي صعوبة الدوري المرتبط، يعني حتى مثلا فرقة الجزيرة في النهائي ممكن ان انت تبقى نوعا ما فرقه المرتبطه بتاعتك احسن شويه ممكن، انما هم على المستوى الفريق الاول فريق قوي جدا وبطل دوري. فهي صعوبه فكر الدوري المرتبط السنه دي مخلي الموضوع اصعب، غير ان انت من الاول انت بتلعب ماتش وممكن تكسب او ممكن تخسر. وبالتالي الفرق اللي بتنافس على الدوري المرتبط وصلت في الاخر لفرقتين بس اللي هو النهائي زي الكاس بالظبط. فان شاء الله احنا والجزيره نلعب النهائي باذن الله، السؤالين هيلعبوا قبلينا، مكسب الصغيرين هيدينا دفعه ان شاء الله ان احنا نكسب، ونتمنى ان احنا يعني نكسب بطوله باذن الله. اي بطوله نخشها سواء مرتبط او كاس او دوري عام، احنا نخش بهدف واحد ان احنا ربنا يكرمنا ونحاول نكسب البطوله. وطبعا البطوله دي كان ملهاش زمان كده، كانت مش من احد البطولات المهمه، يعني كانت مرتبط كده على اساس ان انت بتعلي 16 سنه او بتدخلهم جوه الاجواء يعني. دلوقتي لا، تحسب بطوله طبعا، واحنا ابطالها وحمل لقب واخدينها السنه اللي فاتت، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا السنه دي ويا مسهل يا رب. منافسه الدوري المرتبط اعتقد ان هي السنه دي مختلفه شويه عن كل سنه. كان الاول النتائج الصغيرين بتفرق شويه عن الكبار، بس اعتقد ان دلوقتي النتائج حتى بتاعت الصغيرين ما يعني بتفرق طبعا، ان هي بتساعد فرقه الكبار، بس برضه بيبقى مطلوب من الفرق الكبيره ان هي تقدر تكسب يعني. فاعتقد ان هي السنه دي اصعب شويه من السنين اللي فاتت. الدوري المرتبط بشكل مختلف السنه دي، يمكن معمول زي بنظام كاس بموجتين ضد فريقين كبار وموجتين الاثنين مرتبط تحت 16 سنه. يمكن الحمد لله ربنا كرمنا في كل ماتشات، الحمد لله ان احنا نقدر نوصل للفاينل ان شاء الله يوم الجمعه مع الجزيره، وان شاء الله نقدم مباراه كويسه وان شاء الله نفوز بالبطوله ان شاء الله. استعدادات يعني تحسوا ان اللعيبه حاسه بالمسؤوليه. الباسكت لعبه يعني شعبيه ولعبه ليها ناسها وليها جمهورها، الحقيقه بيحط على عاتق اللعيبه طبعا مجهود كبير. زي ما شفنا كره السله رجال، خلينا نشوف اخبار كره السله للسيدات. يواصل الفريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي تدريباته واستعداداته لمنافسات كاس مصر والتتويج بلقبه الثاني بعد حصد دوري المرتبط مؤخرا.
في التقرير التالي نتابع ابرز تصريحات الجهاز الفني عن المباريات الوديه خلال فتره الراحه واللعبات عن استكمال الموسم الجديد. خلينا نشوف التقرير ده عن فريق الاول للسيدات لكره السله وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله احنا بعد المرتبط خدنا يومين راحه وابتدينا التدريبات، عندنا بس الامتحانات دلوقتي هي المشكله الوحيده بالنسبه لنا، لكن البنات الحمد لله على قدر الامكان منتظمين في التمرين، بياخدوا بس اليوم اللي قبل الامتحان بس هو اللي اجازه بالنسبه للي بيمتحنوا يعني. فالحمد لله احنا الدنيا ماشيه كويسه، عندنا نخلص فتره الامتحانات هنلعب ان شاء الله، هنحاول نلعب ماتشين وديين قبل الكاس، نلعب الكاس ان شاء الله اول مباراه، دور هنخش على طول على دور ال 16 مع نادي الطيران، دي اول مباراه، ولسه دور الثمانيه بقى لسه مش متحدد يعني، وفي انتظار ان الاتحاد يبعت لنا هنلعب دوري السوبر امتى ان شاء الله. اتمنى طبعا البطولات كلها تكون من نصيبنا يا رب ان شاء الله، لكن السنه دي هو في بريشر اكبر شويه لان الناس خلاص بقت عندها ثقه في فرقه الباسكت بول سيدات في النادي، وبص لهم ان هم ان شاء الله ياخدوا كل البطولات. انا بحاول اخد يعني البوزيتيف انرجي دي او الطاقه الايجابيه للبنات، واحاول خلاص بقى ان احنا الناس بص لكم انتوا البطل، ان شاء الله مش هنتنازل عن الدوري والكاس وان شاء الله بطوله عربيه وبطوله افريقيه، ده اللي كنا بنقوله من السنه اللي فاتت. احنا عملنا نص اللي اتفقنا عليه او نص الاهداف، ان شاء الله الدوري والكاس يا رب ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. طبعا الفتره دي في امتحانات، فاحنا طبعا ولسه مخلصين بطوله مهمه وجايين داخلين على بطوله مهمه، فبنحاول ان احنا ما نريحش. نفس الوقت كابتن ايهاب طبعا بيدينا يعني حاول يدينا يوم قبل الامتحان او حاجه عشان نذاكر، عشان طبعا الدراسه مهمه، بس طبعا احنا بنشتغل كاننا فتره اعداد جديده عشان البطوله اللي جايه. خلاص بقى ننسى اللي فات ونبتدي نركز دلوقتي، وطبعا بنعمل اعداد زي الاول، جيم وتراك وملعب يعني زي الاول بالظبط. ان شاء الله ناخد الثلاثيه ونبقى يعني نحاول نشارك بعد كده في بطوله افريقيه وبطوله عربيه ان شاء الله. طبعا بيحمسنا بيقول لنا احنا خلاص الحمد لله خدنا بطوله، بس نبدا من جديد عشان نركز في البطولات اللي جايه ان شاء الله ناخدها زي اللي فاتت. فيعني كل اللي بنعمله ان احنا بنحمس بعض وبنشجع بعض علشان نقدر ناخد البطولتين الجايين ان شاء الله ونحقق الثلاثيه. احسن حاجه في فريقنا ان احنا مكان الواحده بيبقى فيه ثلاثه واربعه، وكمان الصغيرين طالعين معانا فبيسدوا جامد جدا، وصغيرين كويسين يعني مش وحشين، مستواهم عالي جدا. فاحنا احسن حاجه في فرقتنا ان احنا يعني واحده تقع الباقي يكمل، فما فيش عندنا واحده مش بنعتمد على واحده بس، يعني بقيه الفرق كل واحد بيعتمد على لاعبين او ثلاثه، لكن احنا الحمد لله عندنا بدل الواحده اثنين وثلاثه واربعه، فما عندناش اي مشكله في الاصابات. طبعا بتبقى مؤثره في بعض الحاجات بس يعني مش بتاثر جامد. لا ان شاء الله اتمنى طبعا ان احنا نحقق ثلاثيه عشان بقالنا كتير جدا ما خدناهاش، يعني يا رب ان شاء الله ناخدهم ثلاث بطولات. واتمنى ان احنا نكسب كل الماتشات ما نخسرش ولا ماتش. كان نفسنا طبعا نكسب ماتش سبورتنج الاخير، بس التوفيق من عند ربنا. الجديد في كره السله سيدات ان الفكر تغير، الطموحات اتغيرت، الاسلوب تغير، ما بقاش على قد المحل يشوف البنات كلها هم ما سمعوش بعض في التسجيل، ولكن هتلاقي كل البنات بتتكلم بنفس الطريقه، عايزين نطلع ناخد دوري، ناخد كاس، ناخد بطوله عربيه، ناخد بطوله افريقيه. الفكر ده ما كانش موجود في سيدات كره السله، وده الجديد جوه النادي الاهلي. الحقيقه سيدات ويتحسب الحقيقه للجهاز الفني اللي موجود دلوقتي طبعا، كابتن ايهاب الالفي والدكتور محمد جاد. خلينا نروح نشوف اخبار سيدات النادي الاهلي للكره الطائره. يواصل الفريق الاول لكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي تدريباته للفتره القادمه بعد التتويج بالبطوله العربيه مؤخرا. في التقرير التالي نتابع ابرز تصريحات الجهاز الفني واللاعبات عن استغلال فتره الراحه في التجهيز للمرحله القادمه. خلينا نشوف التقرير ده مع الفريق الاول لكره الطائره سيدات وارجع لحضراتكم تاني. احنا في الفتره دي فتره توقف بتاعه الدوري عشان الامتحانات وكده، والحقيقه احنا استغلنا الفتره ديت تجهيز اللعيبه للفتره الجايه. عندنا في اخر الشهر ان شاء الله دور ال 16 كاس مصر، وعندنا الدور الثاني بتاع الدوري، وفي شهر 3 ان شاء الله بطوله افريقيا في الصاله هنا عندنا في النادي الاهلي. فاستغلنا الفتره دي يبقى فتره اعداد ثانيه للفريق، لان ضغط المباراه هيبقى عالي جدا الفتره الجايه، فلازم الفريق يبقى جاهز بدنيا بدرجه عاليه الفتره دي. الحمد لله احنا قبل البطوله كان في اصابات وابتدينا نشتغل معاها واحده واحده وخلال البطوله، والحمد لله تقريبا دلوقتي بنسبه 95% ما عندناش، كله تمام الحمد لله، حاجات خفيفه بنعالجها يعني واحنا شغالين في الاعداد بتاعنا.
لو بصينا على المستوى المحلي، لا في منافسه، فريق الزمالك دعم صفوفه، فريق سبورتنج، فريق الشمس، بعد ما استغلوا طبعا انسحاب وادي دجله من الدوري، فريق وادي دجله تقريبا اتقسمت على الزمالك والشمس، فطبعا في منافسه قويه في الدوري. عندنا على المستوى البطوله العربيه شفنا الفرق اللي كانت مشاركه على مستوى عالي وعندهم محترفين. متوقع طبعا على المستوى الافريقي هيبقى في منافسه قويه جدا من فرق شمال افريقيا بالاضافه لكينيا والكاميرون ان شاء الله. بالنسبه لنا المرحله الجايه اول محطه عندنا يوم 30/1 ان شاء الله دور 16 كاس مصر مع نادي سموحه، بعد كده عندنا ماتش الشمس نهايه الدور الاول 3/2، ونبتدي في الدور الثاني على طول ماتشات الدور الثاني، ودي هنستغلها يبقى اعداد قوي ان شاء الله باذن الله مع تكثيف التدريبات الفنيه والبدنيه. هنلعب بحمل عالي جدا الفتره الجايه عشان بطوله افريقيا باذن الله. الحقيقه اللعيبه ادوا اداء عالي جدا في البطوله العربيه وكانوا عند مستوى طموحنا ومستوى طموح جمهورنا واداره النادي، وقدموا بطوله قويه جدا، بطوله عربيه كل الناس بتتوقع ان شاء الله باذن الله وبتامل فيهم ان المستوى ده يستمر والاداء القوي ده يستمر لحد ان شاء الله باذن الله نحافظ او نرجع بطوله افريقيا للنادي باذن الله. نتكلم معاهم على طول نمره واحد في الدوافع النفسيه، بنوجد لهم دوافع نفسيه على طول عشان البطولات المتلاحقه ما يحصل لهمش حاله تشبع من البطولات. تاني حاجه الالتزام في التدريبات والالتزام بالذات في الجانب البدني في الفتره دي بالذات مهم جدا لينا. طبعا احنا لسه خارجين من البطوله العربيه، طبعا خدنا راحه بعد 3 ايام وابتدينا الاعداد من دلوقتي للبطوله الافريقيه. ان شاء الله الفتره دي الدوري واقف، هنبتدي ان شاء الله يوم 31/1 دور الثمانية في كاس مصر هنقابل فريق سموحة، ويوم 2/2 هنقابل فريق الشمس. كان الماتش ده مؤجل بسبب البطولة العربية وهنستأنف بعديها على طول ان شاء الله الدوري، فاحنا يعتبر احنا من دلوقتي بنبتدي نستعد ان شاء الله للبطولة الافريقية في شهر 3. طبعا هو ده بيعتبر ضغط علينا شوية، ان احنا الناس يعني اتعودت ان احنا نكسب، فالموضوع ده بقى اصعب بالنسبة لنا، يعني انك تبقى بتكسب ده صعب قوي بالنسبة لك، بتكون كل الناس متوقعة انك ما ينفعش تخسر بمعنى اصح. فان شاء الله يعني احنا اتمنى ان احنا ان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس كلها ونقدر نتوج بالبطولات كلها ان شاء الله. طبعا في وادي دجله لما اتفك طبعا في ناس كتير راحوا الشمس وراحوا الزمالك، فابتدى فريق الزمالك ابتدى يدخل في المنافسه. السنه اللي فاتت كان بعيد شويه، فريق الشمس هو طبعا المنافس التقليدي بتاعنا، ففعلا دلوقتي وسبورتنج حتى ابتدى يشارك في البطولات، يشارك في البطوله العربيه وكده، فالفرق دي كلها يعني ابتدت تنافس شويه احسن من السنين اللي فاتت بكتير. بصراحه هو ده فايده لينا احنا، كابتن حمدي مثلا ده ثالث سيزون ليه، من اول سيزون ابتدى يدعم الفريق بالناشئين من النادي الاهلي، ده طبعا يعني احنا كان عندنا في البطوله الافريقيه كان اللي بياخدوا جوائز فرديه والقاب كان بيكون عندهم 17 سنه، ودي يعني ما حصلتش في اي فريق تاني، ده طبعا بيفيدنا في المستقبل ان احنا عندنا الفرق الصغيرين بتوعنا حتى ابتدوا يسيطروا تحت في فريق 18 و16، ابتدوا يسيطروا على الجمهوريه والبطولات بتاعتهم وابتدوا ياخدوا خبره معانا هنا في الدرجه الاولى ان شاء الله عشان يكملوا ان شاء الله مستقبل الاهلي ان شاء الله. طبعا الحمد لله احنا خدنا البطوله العربيه، ودلوقتي احنا لازم يعني ان شاء الله ناخد الافريقيه، مركزين على الافريقيه دلوقتي، وطبعا بعد البطوله العربيه مستوانا بيقل شويه، فاحنا دلوقتي يعتبر فرق في فتره اعداد يعني، وان شاء الله يعني دفع نعمل برضو عندنا ماتش اخر الشهر كاس ان شاء الله، يعني مركزين احنا خلال الفتره دي ان شاء الله. طبعا جايب محترفين كويسين، واحنا طبعا وفي مجموعه من الصغيرين كويسين فبياخدوا خبرات اكيد مننا وبيدخلوا في كل التمارين معانا، فاكيد كل ده بيكتسبوا مننا خبره يعني. الموسم ده موسم هيبقى مميز داخل النادي الاهلي، 5 بطولات افريقيا هتتلعب في صاله النادي الاهلي، عايز الجمهور يستعد يشد يعني من ازر فرقته، محتاجين دخلات جديده، محتاجين شكل جديد. الحقيقه الواحد مستني شهر 3، شهر مارس وشهر ابريل يعني بفارغ الصبر. عندنا بطوله طائره سيدات، بطوله طائره رجال، كاس السوبر رجال، كاس افريقيا رجال، بطوله كاس افريقيا للرجال، والجديد بقى بطوله كاس افريقيا للسيدات. والخبر اللي جاي لسيدات كره اليد، يواصل الفريق الاول لكره اليد سيدات بالنادي الاهلي ذلك الاستعداد يعني للحفاظ على مستوى الجميع تحسبا لاستئناف المسابقات لاحقا نظرا لظروف امتحانات اللاعبات في الشهر الجاري. هنشوف في تقرير استعدادات الفريق وابرز التصريحات. خلينا اقول ان الفرقه من فرقه السيدات لكره اليد هتشارك في بطوله افريقيا، ودي لاول مره منذ فتره طويله. طبعا كل تمنياتنا بالتوفيق. خلينا نطلع نشوف التقرير ده عن الفريق الاول السيدات لكره الطائره لكره اليد،
ونطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفي في الفقره الاولى الكابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوه بالنادي الاهلي واللاعبه روان ايمن معاه طبعا ضيفتنا. خلينا نشوف معهم اخر تطورات العاب القوه ونركز مع روان كمان في مستقبلها ان شاء الله مستقبل كبير بينتظرها. خلينا نطلع للتقرير والفاصل وارجع لحضراتكم. بالنسبه للجهاز كله الحمد لله يعني احنا ماشيين كويس، وصلنا في كل الفرق للنهائيات. طبعا هتكلم على الجهاز كله مش على الفرق الدرجه الاولى بس. هو طبعا حاليا عندنا راحه اجباريه شهر عشان امتحانات نص سنه، فطبعا دي بنجهز الفرقه فرق الدرجه الاولى او كل الفرق. طبعا بيبقى الشغل واخد شكل مش جماعي قوي، واخد شكل فردي شويه، لان طبعا احنا طبعا كل المدربين موجودين برضو في نفس المواعيد بتاعتهم كل يوم في الملعب، بس مش كل يوم اللعيبه بتيجي هي، فاللي بيبقى فاضي اللي ما عندوش امتحان المدرب قاعد في الملعب في نفس الميعاد مستني اللي هيجي بيتدرب في كل المراحل السنيه. طبعا الحمد لله احنا عدينا النص الاولاني اللي هو بيعتبر البطانه اللي بتطلعنا بقى للشكل النهائي. كل فرق وصلت النهائيات الحمد لله يا رب. عندنا الفتره اللي جايه بقى شهر 2 وشهر 3 هيبقى في تكثيف جامد جدا، لان دي بتعتبر بقى خلاص نهايه شغلك. يعني انت بتقعد عارف اللي بيزرع طول السنه وفي الاخر بقى بتيجي على المحصول بقى الحصاد بتاعك بقى. فطبعا ان شاء الله من اول شهر 2 بيبقى تكثيف جامد. بالنسبه للدرجه الاولى طبعا ليهم شغل ثاني خالص معانا السنه دي، يعني انا والكابتن ياسر متفقين على برنامج معين عشان بطوله افريقيا. احنا داخلين بطوله افريقيا ان شاء الله في شهر 4. البطوله دي ان شاء الله هنا الاهلي مستضيفها. الحمد لله الاهلي استضافها، هي وبطوله الرجال هتكون موجوده على الصاله بتاعتنا ان شاء الله في شهر 4. الحمد لله احنا ابتدينا في بطوله الدوري وبطوله منطقه القاهره في نفس الوقت. خلصنا الدور الاولاني من الدوري كل الماتشات الحمد لله ربنا وفقنا فيها. اول منطقة القاهرة نفس الكلام، خلصنا الدور الأولاني برضو بمركز أول. المرحلة دي طبعا مرحلة بين الدور الأول والدور الثاني حوالي شهر وشوية. تمام، أول مباراة بإذن الله عندنا في شهر 2. تمام، واستكمال الدوري ومنطقة القاهرة. في نفس الوقت احنا عندنا بطولة كاس مصر هتبدأ يوم 20/2. تمام، دور 8، وبعد كده ان شاء الله 27 و28 نهائي الكاس باذن الله. ان شاء الله ان بطوله افريقيا على ارضنا هنا مش هنفرط فيها باذن الله، وفي اهتمام كبير قوي من مجلس كابتن محمود الخطيب. انا شايف في اهتمام، وعندنا برضو كابتن محمد باشمهندس محمد الضماطي اللي هو ماسك ملف كره اليد. تمام، البطولتين راجل مهتم متابعني بصراحه، وان شاء الله انا شايف ان في حاجه كويسه باذن الله لبطوله افريقيا تبقى حاجه كويسه وللمجلس ان شاء الله. ان شاء الله احنا دوافعنا بالنسبه للموسم دوت ان احنا طبعا الاجنده المحليه بتاعتنا البطولات بتاعتنا دي رقم واحد ان احنا ان شاء الله يعني نحصل عليها باذن الله. دي اول ميشن بالنسبه لنا. وفي ظل ان احنا يعني ماتشات بالنسبه لنا هي ماتشات تجريبيه مع ان هي رسميه، بس هي بنجرب فيها الحاجات اللي هنعملها ان شاء الله باذن الله في افريقيا. مدرب منتخبنا المصري هكتور كوبر جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2017. رموز
ألعاب القوة هي أم الرياضات. الحقيقة كل ما نتكلم عن الألعاب الأولمبية بتيجي في دماغي على طول ألعاب القوة. ليه؟ لأنها كنز كبير جدا، يمكن أكبر دول بتحصل على ميداليات في الأولمبياد بتبقى في ألعاب القوة. الحقيقة في نادي الأهلي عندنا أكبر جهاز وأكبر لاعبين وأكبر مجموعة من اللاعبين في ألعاب القوة، والحقيقة يستحق منا الكثير والكثير. خلينا نرحب بضيوف اللي انضموا ليا في الاستوديو، طبعا الكابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوه بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن، منورنا. ربنا يخليك، ودايما منورنا كده بالاخبار الحلوه وبالارقام الجديده. ان شاء الله ان شاء الله. ومعانا طبعا لاعيبه المطرقه طبعا في النادي الاهلي، روان ايمن. ازيك يا روان؟ الحمد لله، منورانا. بنرحب. احنا بقى طبعا مع الحلقه هنتكلم عن انجازاتك، وخليك انت بتقولي الانجازات براحتك، لان انت الحقيقه يعني حاجه مشرفه جدا جدا للنادي الاهلي، مش للاهلي بس، لمصر كلها. اروح لك يا كابتن. كابتن طمني على العاب القوه، الاخبار ايه؟ يعني ادينا بريفنج سريع كده، احنا فين دلوقتي؟ العاب القوه الاهلاويه الحمد لله كالمعتاد في الصداره الحمد لله في جميع المستويات وجميع المسابقات وجميع المراحل السنيه زي ما احنا الحمد لله متعودين. وحاليا احنا في بين فتره اعداد لجميع المراحل السنيه للجنسين للمشاركات في بطولات الدرع ان شاء الله اللي هتبدا في شهر مارس باذن الله تعالى، مرورا مارس ابريل مايو، ويعقبها بقى الاختيارات لمنتخب مصر برضو للمراحل السنيه المختلفه. فاحنا الحمد لله في فتره الاعداد حاليا، وكان في سبق مشاركه في بعض البطولات التنشيطيه الشهر اللي فات اللي بيها فيها يا كابتن. الحمد لله كويسه جدا جدا كويسه جدا. يعني احنا كالمعتاد احنا يعني شعارنا زي ما بيقولوا يعني تدريب مستمر. تحدي النفس وتحدي الذات، لان انت بتحدي الساعه يعني اغلب الالعاب بالظبط يبقى فيها تحدي للساعه، تحدي للنفس في سواء في المسافات او في الوقت، مسافات او زمن، الموضوع صعب. دي حقيقه دي حقيقه. ما هو التحدي شخصي على مستوى كل لاعب لوحده على حده، سواء كان ولد او بنت، هو بيتحدى نفسه، سواء كان قدرات البدنيه اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها للبشر، هو بيتحدى نفسه الاول. صحيح. وبعد كده بيتحدى الخصوم. صحيح. والحمد لله موفقين. وخلينا نقول برضو يا كابتن ان حضرتك يعني عندنا بنضم مجموعه لعيبه كبيره جدا من ابطال العالم، من الصاعدين حتى بقوه. يعني كلمني عن المستقبل، انت شايف كم لاعب انت حاطط عليهم امل في الفتره الجايه؟ والله الحمد لله احنا باستمرار في النادي الاهلي باستمرار على مر الاجيال السابقه، اساتذتنا ومدربينا كبار باستمرار في اجيال بتسلم اجيال. يعني احنا مش موضوع حد في منتخب من الستينات للسبعينات للثمانينات للتسعينات وان شاء الله والالفينات واللي جاي واللي جاي باذن الله. لاعب بيسلم لاعب، احنا باستمرار عندنا النبع لا ينضب زي ما بيقولوا. يعني باستمرار عندنا الابطال من بيبتدي انتقائهم واختيارهم من تحت 12 سنه، كل سنتين بيبقى عندنا جديد ما شاء الله. وابسط مثال على كده لعيبه روان ايمن. روان من اربع سنين بادئه، يعني لو قلنا وهي عندها تحت 12 سنه في عندي حاطط يعني ما لا يقل عن 10 اولاد وزيهم بنات ما شاء الله في مراحل سنيه مختلفه. دول باذن الله بيمثلوا مصر قريب في كل البطولات اللي جايه، ومنهم ان شاء الله باذن الله باذن الله زي ما وعدنا مرارا وتكرارا ان شاء الله في اولمبياد. يا رب يا كابتن باذن الله، احنا في ظهركم باذن الله، ومش هنسيبكم لغايه باذن الله ما تجيبوا. يا رب يا رب. انا شايف حتى عليك دمعت شويه، لان انت انا حاسس بالمجهود اللي بتبذلوه، لان والله يا كابتن العاب القوه دي انا من الالعاب القريبه جدا لقلبي، وعارف قد ايه هم بيقاسوا وبيتعبوا وبيلحطوا في الصخر عشان يعملوا حاجه للنادي، اولا للاعب نفسه
ونفس الموضوع للنادي بتاعه ونفس الموضوع لمصر. بيلحتوا في الصخر بمعنى كلمه بيلحتوا في الصخر. دي حقيقه. كل التوفيق لك يا كابتن ان شاء الله يا رب. خلينا نروح لروان. روان خلينا نتكلم مع الساده المشاهدين. انت كام سنه الاول يا روان؟ انا 16 سنه. 16 سنه انت بدات من 4 سنين يعني 12 سنه. باباك طبعا مدربك كابتن ايمن. فخليني عايزك تقولي للساده المشاهدين انت بدات اللعبه ازاي؟ حبيت المطرقه ازاي؟ المطرقه مش موضوع سهل، ده عايزه تكنيك عالي. يعني كلميني بدايتك كانت ازاي؟ انا بديت الاول في النادي الاهلي لما بديت كان حابه الموضوع عن بابا اصلا. فرحت لما رحت اتمرنت كابتن احمد طه بدا معايا و كابتن احمد سعد. لا كابتن احمد طه. احمد طاهر. طه. طه تمام. بدا معايا وسنتين كده وبعد كده بابا استلمني. طبعا بتمرن يعني 5 وحدات في الاسبوع. طبعا 3 رمي 2 حديد. ما بيضغطش عليا علشان كنت صغيره. لحد دلوقتي كده بطلع. الاول طبعا كنت بتمرن. لا 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 يعني. الكابتن يضغط عليك يا كابتن ايمن. لا ما فيش حاجه اسمها بابا وبتاع. لا يضغط عليك. بس خليني اقول لك، هو الناس تبقى عارفه المطرقه مش بس وزن يتحدف او حاجه، ده تكنيك عالي جدا. ويمكن من الحركه تكنيك مش هتقدر تعمل حاجه يعني. بالظبط. يعني في ناس كتير بتامي بس في ناس كتير مش هتقدر توصل لدوت من غير تكنيك. صحيح. يعني هم عايزين حد يكون مدرب. يعني عايز اقول انها مش عافيه بس. لا مش عافيه بس. هي عايزه تكنيك كويس. صحيح. غير كده يعني مش هيقدروا ان هم. طب روان قولي لي انت يعني ارقامك ايه؟ خلينا نقول انت لعبتي تحت يعني 12 سنه وعندك 16، فاكيد لعبتي مراحل مختلفه. قولي لي ارقامك على مستوى المحلي متصدره ولا لا، او على مستوى العالمي في سنك عامله ايه؟ انا الرقم دلوقتي 68 45. 68 45. 45. ده في التحديث الجديد في التوب ليست. انا هبقى اقول على العالم. لا تاني الرقم ده طبعا ليكي فيديو وانت بتتمرني. صح روان؟ طيب خليني اقول انت رقمك 68 45 ده حققتي امتى؟ حققته من اسبوعين. من اسبوعين. ده كان في بطوله تنشيطيه يا كابتن ولا كانت ايه؟ كانت بطوله تنشيطيه. طيب ده رقمك سهل بتجيبيه يعني، بتجيبيه حتى في التمرين. بجيب اكتر منه في التمرين طبعا. انت بس الرقم ده اللي سجل باسمه. طب الرقم اللي قبليه اللي انت كسرتيه كان كام؟ 67 برضه 45 حاجه زي كده. طيب خلينا نقول ان انت كسرتي بفرق متر، ده حاجه كبيره جدا وحاجه يعني الناس ما تعرفش يعني ايه متر في المطرقه. لا ده 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 ديستانس كبيره. خليني اتكلم معاك اقول لك، طب الرقم ده على مستوى 16 ولا 18 ولا 20؟ على مستوى 16 و18. طيب الفريق الاول رقمه كام؟ لا هم اللي موجودين دلوقتي بيرموا 56 بس. 56. بس انا في اخر ماتش وانا عندي 15 يعني. انت ما شاء الله. خلينا بس واحده واحده عشان الناس ما تروحش مننا. طبعا دي فيديو لروان وهي بتتمرن وفيديو قديم كمان. ده فيديو قديم يعني. بصوا يا جماعه انا بس اللي عايز اقول المطرقه. بص لا انا عايزك تشرحي للساده المشاهدين، لان بص الحركات الرجل وحركات الايد وان انت تستغلي وزن المطرقه. بص يعني لا كلميني عن الموف ده يعني انت هي حاجه صعبه جدا. صح يعني انت الموضوع مش، انا بقول يعني هو الموضوع مش بس رمي وزن. بصوا يا جماعه ركزوا معايا في الحركه. الموضوع ان انت بتستغل وزن المطرقه في انه يديك مسافه اكتر مش يبقى عائق ليك. بالظبط بالظبط. هي يعني تدريب المطرقه في حاجات كتيره، مش باور مش قوه بس، هي سرعه دوران واتزان. اتزان المطرقه نفسها فين بالظبط من جسمها. غلطه صغيره تنزلك يعني تنزلك بامتار كتير جدا يعني. غلطه صغيره بس على فكره موهبه يا كابتن. اكيد. لا اصل الموضوع ده مش بس تمرين. لا موهبه. لا مش بس تمرين. تحس بالوزن في ايدك. مش بس تمرين. اصل لو تمرين بس كنا لقينا بقى اضخم الناس في العالم هم بيرموا اكبر مسافات. برافو عليك. انما لا مش موهبه وحب للاداء. صح. وحب للتفوق في الحته دي. الحته دي. الحته دي. خليني برضو يا كابتن اتكلم في ارقام روان تاني عشان ايه. الفريق الاول ارقامه 56 57. انت جايبه 68 ما شاء الله يعني. حتى رقمك وانت ناشئه، وكمان شاركنا يا كابتن في الكلام، رقمك وانت ناشئه ضارب ارقام الفريق الاول. هو صحيح في اختلاف. انا 3 كيلو وهم وزن الاداء. يعني طيب انا برضو عايز اعرف دي هنا 3 كيلو 4 كيلو بالظبط. طيب بحكم الخبره لما يكون حد 3 كيلو بالظبط، لك الاسئله دي في الصميم. وراح رمى ب 4 كيلو تمام. شايف ممكن ده يفرق معاه في المسافه قد ايه؟ هيفرق بس برضه هتبقى الاولى. انا لعبت بال 4 كيلو وانا عندي 15 سنه يعني من سنه. عملت 59. عملت 56. 59. 59 ده من سنه. من سنه ما شاء الله. بس لحد دلوقتي لسه ما لعبتش بال 4. طب امتى يصرح لها يا كابتن تلعب بال 4؟ هو كان يصرح لي من السنه اللي فاتت بس الاتحاد القديم ما كان يعني
مش عايزينك ترمي بالاربعه دلوقتي. بيفضلوا ممكن. هو في عنصر بس عشان نقوله، يعني احنا جرى العرف في 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 الرياضه في لفظ بيطلق عليه حرق اللاعب. فمن مصلحتنا بالظبط كنادي وكمنتخب وكولي امر حتى ان انا احافظ على 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 ابني، لان انا هيروح لل 70 كمان ويعدي. الرقم العالمي كام يا كابتن؟ 71 كسور. كام؟ 71 كسور. بنقرر. بنقرب وبعدين هي لسه سنها وبيرموا بالاربعه. طبعا العالم كله بيرمي بالاربعه. المسابقات السيريات بالاربعه. فهي بس الرقم دوت بالثلاثه اللي هو 71 ده بالثلاثه. لا الرقم اللي انت حققتيه ده بثلاثه. والرقم العالمي اللي هو 71 ده بثلاثه. بثلاثه؟ طب احنا بنتكلم على الاربعه. لا الاربعه لسه بدري يعني. ده اللي بنقوله يعني. هي احنا السن اللي هي فيه تكوين العضلات والغضاريف يعني اي لعبه في العالم مش الالعاب هو بيلعب باوزان اقل. بالظبط. هو في ناس بقى اللي هي بتضغط عشان تعمل نتائج سريعه، دول سرعان ما بتلاقيهمش مش موجودين. واحنا الحمد لله يعني هي ماشيه بخطه كويسه، حتى ابتدوا يحطوا لها خطه جديده اليوم دول في الاتحاد. ان يبقى مشاركات ما يبقى في مشاركات دولية؟ معسكرات دوليه يعني حطوا لك في الاتحاد اجنده. هو الاتحاد الجديد بصراحه يعني واقف معايا جامد بكده دكتور سيف شاهين. كل التحيه طبعا لدكتور سيف يعني، ونتمنى انه يتبناكي وهيبقى وان شاء الله نجيب دكتور سيف معانا برضو نتكلم على المستقبل، لان البطوله دي او العاب القوه عليها. المهم كلميني على الاجنده بتاعتك الفتره اللي جايه. هم الفتره الجايه يعني مش اللي هي ملتقات دولية والحاجات اللي هي زي ديت. كم مشاركة مثلا على مستوى السنة؟ لا لسه مش عارفة لسه بصراحة. بس هم حاطين لك خطة ناوية لك يعني، شايفين انت مبشرة وممكن تجيبي مشاركات وحاجات زي كده ما شاء الله ما شاء الله. يعني بتبقى بالتقريب عشان نقول اللعيب ده جاهز اولمبيا. كم بطولة في السنة كده؟ يعني داخلية او خارجية المفروض يعني ما يقلش عن 8 ما شاء الله. طبعا باعداداتهم يعني هي يعني اللي بنقول البطوله التشريعيه دي اللي اتلعبت هي مش بطوله تشريعيه. لا ده البطوله التشريعيه منظمه ومنسقه وفي حكام وفي لا دي كانها رسميه. بالظبط طبعا كانها تجارب منتخب طبعًا. يعني مش بطوله تشريعيه ان احنا رايحين فور فان. لا دي بطوله تشريعيه، المسمى تشريعيه انما فيها تحكيم وفيها قياسات وفيها الكشف والنشاط فيها كل حاجه عشان هي مش مدرجه على الاجنده بس. بالظبط. انما لو ادرجت هتبقى رسميه. بالزبط. اصلا الاجنده موجوده ببطولاتها. بالظبط. دي تعتبر بطوله رسميه، انما الاتحاد مش هيفضل ثلاث شهور بيشتغل والباقي مش شغال. بالظبط. وهي المفروض تكون مؤهله في يعني اولمبياد عالم ناشئين ان شاء الله. تصفيتها فين يا كابتن؟ تصفيتها هتكون في الجزائر ان شاء الله. تكون في الجزائر. روان رايحاها ان شاء الله. هو وبعد كده التأهيل اصلا 61 اللي هو ايه؟ 68 تأهيل الاولمبياد. تأهيل الاولمبياد اللي يجيب 61. انا ما شاء الله برضه هترمي الثلاثه صح؟ بالثلاثه. طب كويس حلو. يعني انت ان شاء الله اللي بتتمرني بيه هتروحي تنافسي بيه. ان شاء الله. ومن الجزائر تتأهلي على بطوله العالم، دي هتبقى النافذه الاولمبياد. ودي هتبقى النافذه الاولى دي كده. هتبقى امتى يا كابتن؟ الجزائر ان شاء الله تكون في شهر 8 اغسطس باذن الله 2018 السنه دي ان شاء الله. يا رب معاك يا رب باذن الله. ومنها ان شاء الله الاولمبياد اكبر هديه يا كابتن تقدمتها لمصر ان شاء الله وترجع لها ميداليه ونستقبلها كده. بس لما اكلمك تيجي معانا يا روان اوعي تقولي لا. طبعا. ان شاء الله يا رب يحميك من الاصابات. طب كلميني بقى عن بابا شويه. الكابتن ايمن هو طبعا معانا في الكواليس بره، بس طبعا كلمينا حبيبك ازاي في اللعبه؟ شفتي بابا ايه؟ كلمينا عنه. هو بصراحه بابا يعني بيدعمني في كل حاجه، بيشجعني في كل حاجه، مذاكره تمرين كل حاجه واقف جنبي. يعني في سنه كامله ولا روان؟ في ثانيه ثانوي. خلاص دخلتي في المعمعة يا باشا. واقف معايا في كل حاجه بصراحه. هو يعني هو برضو اللي كان في ما فيش اي حد بيراعينا او حاجه زي كده، فهو اللي كان ماديا وكل حاجه هو اللي واقف جنبي طبعا. فما فيش راعي ولا في اي حاجه من دي، فهو واقف ماديا. الاتحاد القديم برضه ما كانش بيعمل اي حاجه، فهو اللي كان بيصرف في فيتامينات، لبس، كوتشيهات بتاعت الرمي دي محتاجاها حاجات كده. الادوات اللي انت محتاجاها في التمرين طبعا اكيد بابا. ادوات المطارق والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها غاليه جدا. عارفه ان بابا بيعمل كل ده عشان بس يشوفك ناجحه؟ طبعا. يعني شوفي كل التعب ده كله، ولما بس هو بيبقى صعب الاب يكون هو بدرب. يعني انا دايما جرى العرف يعني لما يكون الاب بيمرن او بنته او ابنه ما يسمعش كلامه. لا بالعكس ما اقدرش. لا بجد والله منتهى الصعوبه خلي بالك. لا دي صعبه جدا ما اقدرش ما اسمعش كلامه. يعني في التمرين بتسمعي كلامه وكل حاجه؟ كل حاجه بسمع كلامه. يا رب يخليه هو رقم واحد في حياتي اصلا. يا رب يخليه لك ان شاء الله ويكون مدربك في المنتخب. يعني اكيد هو مدربي في برضه خلاص. كابتن سيف انا اقول له بقى يظبط. لا هو مدربي في المنتخب ومدربي اللياقه البدنيه ومدربي كل حاجه. طيب ربنا معايا يا رب. طب كابتن خلينا يعني روان ربنا يوفقها يا رب ان شاء الله يا رب ويحميها من الاصابه بتاعت شهود ان شاء الله. خلينا نشوف اللي زي روان عندنا مين.
احنا زي روان عندنا في بس مش في مطرقه بقى في مش لا احنا بنتكلم على كل الالعاب عندنا عندنا في في الوزن الطويل السويسي عندنا اسراء سمير اسراء اسراء سمير اسراء كم سنه كابتن اسراء يمكن السنه دي 20 سنه 20 سنه اه اخبارها ايه عامله ايه ده جري مسافات طويله ولا لا وزن طويل السويسي وزن طويل وعندنا اسراء كويسه وما شاء الله لعبت بطولات قبل كده وجابت ميداليات برضه في البطولات الافريقيه على مستوى افريقيا وعرب طبعا لما طبعا على مستوى العالم الوزن الطويل بيبقى احنا اقل شويه انما على مستوى افريقيا وعرب بس برافو عليه افريقيين وعربيين هاي دي حقيقه دي حقيقه لغايه لغايه فتره قريبه وبرده كان عندنا اسماء غريب اسماء غريب بس اعتقد ان هي 23 سنه عندنا في الوزن في المركبه هدى لا في المسابقات المركبه سواء مركب وعندنا في رمي رمح نورهان عندنا في الجري نورين حسن في ال 400 متر وال 400 متر حواجز ما شاء الله كل دول انت شايف لهم مستقبل واحد يا كابتن باذن الله طب في الرجال او الناشئين الرجال الناشئين برضو في رجال بقى يعني تحديدا في مجموعه كبيره نبدا من الرمي عندنا محمد مجدي حمزه في الجله قرص عندنا شهاب محمد عبد العزيز في الجوله والقرص كل دول منتخبات يا كابتن وارقام وبينافسوا وممكن نشوف منهم ميداليه كمان باذن الله مجدي كان واخد ثاني دوره العاب افريقيه في الكونغو ميداليه فضه وكان بينه وبين تاهيل الاولمبياد حوالي 40 سم في الجوله عندنا ماجد بدري في الرمي الرمح عندنا نور في الوزن الطويل الثلاثي ما شاء الله عندنا رامي اللي قبل كده استضفناه وكان معانا في ال 110 حواجز كويس لا 110 حواجز رامي ما شاء الله مثال برضو نموذج رياضي ارقامه اتحسنت يا كابتن وكده ولا لسه؟ يعني حاليا لا احنا لسه ما احتكناش بقى لسه بنتكلم في البطولات هو حتى التنشيط اللي فات ما شاركش فيها لان لسه فتره الاعداد ما كانتش رامي الحقيقه بيكافح جامد جدا الحقيقه بالظبط بيلعب في الصخر يعني هو لان احنا العاب قوى كلكم انتوا كده والله يا كابتن والله انتوا قدرنا معلش بس انتوا بتحبوا اللعبه ويعني بالظبط بالظبط طب قول لي يا كابتن انتوا يعني برضه مازال بتتمرن في المركز الاولمبي في المعادي ومازال انت طبعا منتظر تشطيبي او يعني انتهاء من الملعب بتاعنا في بصراحه حقيقه لان اساسا المركز الاولمبي احنا يعني مأجرين ساعتين لمده 5 ايام في الاسبوع الساعتين بترجعهم على طول 120 دقيقه 120 دقيقه عشان ندخل العدد الكبير من اللاعبين دول صعب انا شايف هو انتم مقسمين الملعب 100 حته عشان بالظبط بالظبط غير بقى لما انا اكون قاعد بقى 5-6 ساعات في ملعبي بقى يعني اكيد حتى الانتاج بيبقى ادق واجود ما انا قاعد مش قلقان يعني ممكن الوقت ده يضغط على اللاعب او المدرب عايز الحق اخلص عشان اعمل تهدئه في 7 دقائق ممكن السبع دقايق دول ما يكونوش كافيين انك تعمل تهدئه فتمشي وانت محمل تيجي تاني يوم وانت لسه مش ما خدتش ساعه الشفاء الطبيعيه بتاعه الرياضي صحيح فدي الملعب تحت ايدك قصه ثانيه خالص الملعب تحت ايدك ده احنا كده في حتى في هذا التصوير يعني تقريبا 50% من اللاعبين او 60% هنا بتتم استعانه ببعض الملاعب الخارجيه حتى على المدربين اللي يكون مثلا هو مدرس في مدرسه ما فيها ملعب ياخد فرقته هناك يمرنها صحيح فان شاء الله يكون عام ان شاء الله يعني انا بتوقع باذن الله واحنا برضه هنشير ده بشكل لطيف وشكل محترم مع طبعا مجلس اداره النادي الاهلي الحالي انه طبعا اكيد مش هيتاخر ابدا لا انه ينهي طبعا العاب القوه ملعب العاب القوه في مدينه نصر الحقيقه مش الفايده بس على النادي الاهلي لا كمان ده على مصر لان انت هتخرج ابطال دي هتقدر تحقق ميداليات دي حقيقه وحتى على مستوى العضله وفرقنا ممكن القاعده هتزيد يعني انا النهارده المشاركين اللي هم بيجوا في الملعب اللي انا مأجره ده بساعتين لو ملعبه والناس بتخش تتفرج بدل اثنين هيبقوا 6 7 8 صحيح هتبقى الفرصه ان انت تنتقي البطل اكبر صحيح طب روان خليني اتكلم معاك في يعني كل لعيب بيبقى عنده طموحات انت لسه صغيره طبعا 16 سنه ربنا يديك الصحه والعمر لسه قدامك يا رب بيبقى ليه طموحات انت عايزه تروحي فين يعني بيبقى اي لاعب انا ايا كان بيقول انا عايز كمان شويه اكون في الحته الفلانيه انت عايزه ايه انا ان شاء الله املي ان انا ابقى في اولمبياد 2020 دي اكتر حاجه املي فيها يعني نفسك فيها اولمبياد 2020 وباذن الله هكون فيها طب وهو يعني برضو خلينا نقول ان الموضوع ده محتاج تعب محتاج مجهود يمكن ممكن محتاج مش 5 تمارين محتاج 7 في اليوم بس لازم يكون في راحه عشان اعرف اطلع يعني لو مفيش راحه يعني هيبقى في لود زياده عليا دي كلمه بابا دي
بالظبط. بس الكلمه دي ما بيقولهاش سني صح ولا ايه؟ بالظبط بالظبط. يعني دي كلمه بابا طبعا كابتن ياسر طبعا يعني استاذكم كلكم، فطبعا هو اكيد دي كلمه بابا بيقول لك لازم تاخدي راحتك عشان تكبري وعضلاتك تكبر. عشان اقدر كمان ادي في التمرين. يعني انا لو اتمرنت الاسبوع كله مش كل الاسبوع هبقى زي اول مره يعني، فلازم ناخد راحه برده في الاسبوع. تلات ايام اللي برمي فيهم دول ويومين تانيين بيبقى شويه. الحديد بتمرني فين يا روح؟ بابا عنده جيم. فانت بتمرني في جيم برايفت بتاعك. دي ميزه خد بالك يا كابتن طبعا، ميزه كبيره. اكيد يعني. يعني بابا قال لك طب مش هتروحي جيم؟ انا هجيب لك الجيم. لا ده بقى من زمان قوي. فهو لا بس كويس، ده برضو على فكره دي ميزه. ابطال العالم لو دورنا عليهم يا كابتن ياسر هتلاقيهم عندهم الجيم. دي حقيقه دي حقيقه دي حقيقه. يعني شفنا فيديوهات وشفنا ابطال العالم بيتمرنوا في اماكن بتاعتهم بتاعتهم. عشان الوقت الوقت كل حاجه محسوبه، واحنا احيانا بنروح نطفي النور نخش معايا. اكيد مش هتعرف. طب قول يا كابتن برضو خلينا يعني نتكلم اكتر بصوره شموليه، احنا قوام المنتخبات من عندنا كام في الميه؟ لا يقل عن 80%. 80% من النادي الاهلي. جميع المراحل السنه. ميزانيتنا في السنه قد ايه يا كابتن بالتقريب كده، بالمعسكرات بالسفريات بعقود اللاعبين، ميزانيه الالعاب القوى قد ايه النادي؟ فريق النادي ما النادي ما طبعا هو في الاخر بيصب في مصر. ما تقلش عن 4 اعتقد لغايه 6 من 4 مليون و6 مليون. تخيل انا متاكد ان مثلا ميزانيه الاتحاد ما تبقاش كده. تخيل يعني النادي الاهلي بص بيقدم دي حقيقه بيقدم زي ما بيقولوا هديه لمصر كلها. دي حقيقه. وان هو يقدر يساعد، واحنا طبعا منتظرين الاكتر كمان طبعا. اكيد النادي الاهلي ما عندوش سقف، اكيد هيدوس واكيد هيكمل معاهم. فبالتالي دي اكبر هديه ممكن نقدمها اكيد لمصر حاجه زي كده. دي اكيد اكيد. احنا بنسعى لنشر اللعبه حتى في جميع المحافظات. احنا احيانا في بطولات بنشارك فيها عشان عشان ننجحها. يعني احنا بنروح يعني من اشهر بنتحرك بفريق الجري مسافات طويله، بيروح محافظات في بطولات الاعياد بتاعتهم القوميه، وعشان الناس مستنيه تشوف فريق النادي الاهلي ايا كان، اي حد من ريحه النادي الاهلي يعني. واحنا فعلا بنعمل ده. يعني احنا فعلا بنعمل ده، و 80% دي مش من فراغ. يعني احنا باستمرار بندعم منتخب مصر في كل حاجه. لانه خلي بالك ميزانيه الاتحاد مش هتقدر تصرف على كم اللاعبين ده كله. دي حقيقه. ده عنصر ايجابي في حقنا، انما وفي نفس الوقت يعني انا النهارده لو الناس بقى مش فاهمه الحته دي، لا انا النهارده لو انا قللت دعمي في الحته دي كنادي وكفرقه حتى على مستوى منتخب مصر، ده 100% الارقام كلها بتقل في كل حاجه. صحيح صحيح. في كل حاجه. فانا النهارده يعني دي زي ما انت قلت بالظبط، احنا بنعمل للنادي الاهلي والمصر. طب خليني اقترح عليك اقتراح كده مع كابتن عاصم السعداني طبعا مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. اكيد. ليه ما تقولش مثلا عندي 5 6 لاعبين بروميست، مش هنقول 10، هنقول 3 4 يا سيدي. طب في البدايه منهم طبعا روان، وزي روان تقول والله اللاعبات دي محتاجين نشاركهم في بطولتين دوليتين في السنه، والبادجت هتبقى كذا، ونتكلم مع كابتن عاصم. يعني بقول اقتراح. لا على فكره هي بالصدفه يعني الاقتراح ده سبحان الله تم تنفيذه من حوالي 10 ايام او اسبوعين فاتوا فعلا. والله العظيم ما اعرف. طب والله العظيم ما اعرف. يعني انا الاقتراح ده تم فيه. طب قول لا بانتظار ان شاء الله اجتماع مجلس اداره او المكتب التنفيذي عشان يقررنا بالموافقه او بالنقاش، عشان انما احنا قدمنا ان احنا فعلا اخترنا حوالي 12 او 13 ولد بنت. برافو برافو. وقدمنا لهم اجنده دوليه ليهم يشاركوا فيها. وفي بطولات جايه في سكه، بدانا بواحده في شهر 2 ان شاء الله جاي، يمكن منتظرين قرار. خلي بالك 12 لاعب دول لو سافروا سفريتين كانها مثلا نقول سفريتين لفرقه باسكت. يعني مش رقم ان شاء الله، مش رقم كبير. لا مش رقم كبير. وبعدين احنا ممكن نقسمهم. يعني لو في ملتقى سي مثلا في المجر 6 و6 مثلا. 6 6 4 و3 يعني يعني كده تعمل مانوفر. بس حط لي بادجت. ده انا واثق ان شاء الله ان الكابتن عمرو فاروق رئيس ال طبعا الكابتن عمرو ما وهو اصلا يعني طول عمره في النادي الاهلي وعارف مشاكله طبعا كابتن عمرو. طبعا. وانا انا عندي ثقه ان شاء الله ان هو برضو من عاصم مش هيقول يعني مش هيطلب حاجه زي كده يخش بيها المكتب التنفيذي الا لما يكون شايف ان شاء الله توافق بيها ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. وبارك لك قريب على القرار ده ان شاء الله، واكيد هنتابع لانه هيفرق كتير جدا جدا. هيفرق كتير على فكره. لو تفتكر في اخر حلقه كنا اقترحناها مع بعض، لو تفتكر كنا مع بعض لان برضو نفس الكلام بالنسبه للسكواش، نفس الكلام بالنسبه للسباحه. اكيد النادي الاهلي مش هيتاخر. يا رب. وهو ده هيبقى حتى دافع للاعبين ان هو انا عايز اروح اشارك. طب انا حاطط له ليميت. صح. عايز 70. صح. هات ال 70 اصفرها. بالظبط. صح بالظبط. صح.
روان شايفه يعني وجودك في النادي الاهلي ولعبك للنادي الاهلي، خلينا نقول الناس شايفه الكوره والالعاب الجماعيه ده شرف كبير والنادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي وكده، طب الالعاب الفرديه زي ما بيقولوا او الالعاب الشهيده اللي هي اصل الالعاب الاولمبيه، شايفه ده شرف برضو وشايفه ده بيديك دافع لقدام؟ هو شرف اصلا كفايه اني بلعب في النادي الاهلي اصلا بس. الله عليك يا سلام. شكرا. شايفه ده يعني زي ما بيقولوا ان شاء الله ده يتوافق عليه كمان، شايفه ده هيزقك لهدفك طبعا. صح ولا بيدعمني؟ يعني ده دعم اكتر. خلي بالك كابتن برضه محتاجين لروان بدون قطع كلامك موضوع الغذاء، يعني موضوع الاكل والغذاء والفيتامينات والبروتينات دي مهمه جدا للاعب العاب القوه. هو انا معاك طبعا ده مهم بنسبه 100%. بس احنا برضه تعودنا ان احنا بنقدم مقترح بتاعنا وبتناقش فيه، لان الالعاب الفرديه عموما في كل مصر اللوائح بتاعتها ما بتتحش، ده بيضطر اللاعب يصرف يا عين. طب خلينا يا كابتن اقول خبر مهم اعزائي المشاهدين، النور كان قاطع في صاله 6 اكتوبر للشباب والرياضه، ماتش الباسكت بتاع الولاد اتاخر شويه، الرجال انا اسف ما فيش ولاد، بقى الولاد الصغيرين الرجال اتاخر شويه، يعني ابتدى من حوالي نقول ثلث ساعه، دلوقتي فاضل 3:57 على الشوط الاول، النتيجه 19-4 للنادي الاهلي، نتيجه كبيره، جود ستارت للنادي الاهلي الحقيقه، 19-4 في ماتش باسكت في الشوط الاول ده جود ستارت، بس نتمنى ان احنا نكمل، لانه انتوا عارفين الباسكت لعبه ثواني ممكن النتيجه دي تتقلب في دقيقه، ولكن جود جوب ستارت كويس جدا لفريق النادي الاهلي في المرتبط، ان شاء الله نوصل بكره يا رب يا رب ان شاء الله بماتش المرتبط نكون مخلصين البطوله، وطبعا كل التوفيق للفريقين، احنا في الاول والاخر دي منافسه رياضيه. انا اسف يا كابتن بس لا لا احنا حقه. فخلينا اقول برضو ان الغذاء او كنا بنتكلم في موضوع الغذاء والفيتامينات للاعبين العاب القوه ورفع الاثقال وجمال الاجسام او كمال الاجسام، كل الالعاب دي يمكن الفاتوره الكبيره هي بتبقى الغذاء. دي حقيقه وبقت مهمه جدا دلوقتي، ما فيش لاعب على مستوى العالم ذو مستوى بيمشي من غير مكملات ومن غير فيتاميناته. انما زي ما قلت لحضرتك احنا الالعاب الفرديه اللوائح اللي احنا بنتبعها في تنظيم العمل بين اللاعبين والمدربين والبطولات ما بيتحش ده. ليه؟ لان ما كانش بيتناقش الالعاب الفرديه وخاصه العاب القوى في الجزئيه دي. صحيح. يعني صحيح. يمكن احنا والسباحه يعني هارد وركر، انما ودلوقتي في كل العاب بقى باسكت وطايره وهاندبول واحده واحده انما مختلف زي اللبس ما بيتاخد اكيد برضه هيتغذى هيتحط في الماء يعني بالزبط. اكيد واحده واحده، عارف عندما متاخرين شويه بس مش في النادي الاهلي عامه في مصر، بس واحده واحده هتخش مع البادجت بتاعكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كابتن ياسر سؤالي الاخير ليك، تمنياتك ايه مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ انا عندي امل كتير قوي بالنسبه للنادي الاهلي. اهمهم واللي انت تتمنى يتحقق بسرعه. اتمنى الحصول على ميداليتين ثلاثه في الاولمبياد يا رب، اعتبارا من الناشئين 18 مرورا بالشباب والشابات والدرجه الاولى، وبقول ان ده ممكن وباذن الله يعتبر ان شاء الله ده سطرنا سطر جديد في تاريخ النادي الاهلي ومصر منتخب مصر، واتمنى التوفيق لجميع لاعبينا ولاعباتنا في حياتهم العمليه والدراسيه والاسريه، ويا رب نجيب يعني اقول ايه اخر المشوار بتاعنا هي الميداليه الاولمبيه للنادي الاهلي، دي تمنياتي. كلام محترم. والى ما شاء الله بقى لغايه انقضاء الاجل ان شاء الله. ربنا يديك الصحه كابتن، بامانه يعني كلام محترم. وخليني برضو اسال روان، طموحاتك ايه مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ طموحاتي مع النادي الاهلي اللي انا هو يعني يرعاني كويس يعني يخلي بس يعني مش عارفه ايه بس لا اتكلمي يعني قولي انت يعني طموحاتك ايه على المستوى اللعب مستوى الناشئين، نفسي اخد خطوات سريعه مع النادي الاهلي، نفسي اوصل 2020 اكون في التوب فورم بتاعي طبعا ان شاء الله، يعني اهم حاجه ما يحبطنيش بس لا ان شاء الله مفيش احباط. بصي شيل الاحباط ده من قاموسك، انت عندك هدف هيقابلك صعاب، محمد صلاح شفناه امبارح ابتدى بحلم وصل باحسن لعيب في افريقيا، حطي ده يعني قدام عينيكي، ده مثل حقيقي يعني، محمد صلاح ما كانش في بقه معلقه ذهب زي ما بيقولوا، ده كافح لغايه ما وصل، حطي ده في قدام عينيكي وهنبقى سعيدين واكثر الناس سعاده بيكي في حصولك على الميداليه الاولمبيه يا رب باذن الله. روان نورتيني وشرفتيني وجود لك وربنا يوفقك ويعني ان شاء الله نشوفك بطل اولمبيه قريبا باذن الله. كابتن ياسر نورتيني وشرفتيني طبعا، ورب دايما نتقابل إن شاء الله في الخير، ونتقابل ان شاء الله مع مشوارك لغايه ما توصل وتدينا
ميداليتين ومدريتين يبقوا معانا هنا في الاستوديو. يا رب ان شاء الله. شكر ليك وشكر لكل افراد الطاقم، وباذن الله نتقابل قريب بمدريد الاولمبيه ان شاء الله. العاب الصالات بتاعتكم مكانكم يا كابتن. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل عشان نروح فقرتنا الثالثه ان شاء الله اللي هيكون فيها طبعا كابتن طارق الصغير طبعا مدير جهاز الغطس، وهيكون معايا طبعا الكابتن طارق نبيل، ومعايا طبعا مها عبد السلام. خلينا نطلع لفاصل سريع عشان استقبل ضيوفي في الفقره اللي بعد كده. بحضراتكم من جديد، برحب بضيوف اللي انضموا في الاستوديو طبعا ابطال الغطس مدربين ولاعبات، كابتن طارق الصغير طبعا مدير جهاز الغطس بالنادي الاهلي، وكمان الغطس بالنادي الاهلي والسباحه التوقعيه. مظبوط كده يا كابتن؟ تمام. منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك يا كابتن هيثم معايا، منورنا في الاستوديو دايما كده في البطولات والخير. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك. برحب طبعا بالكابتن طارق نبيل المدير الفني للغطس. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، منورنا للمره الاولى. ربنا يخليك. اشكرك. معانا طبعا البطله الاولمبيه اللي شاركت الاولمبيات اللي فاتت واللي منتظرين منها الكثير، طبعا بطله مصر وهتشارك وشاركت في ريو دي جانيرو وهتشارك ان شاء الله في 2020 بالاولمبيات. معانا طبعا الكابتن مها عبد السلام. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ منورنا ومشرفنا. منور حضرتك. شكرا. خلينا نبتدي مع كابتن طارق. الغطس اخباره ايه؟ كلمنا الدنيا فيها ايه؟ احنا فين دلوقتي من الموسم؟ والله احنا السنه اللي فاتت دي كنا ماشيين بمعدل كويس، وعقدنا طبعا مع كابتن طارق نبيل. طارق نبيل جمعه مش غريب عن النادي الاهلي طبعا، هو ابن من ابناء النادي الاهلي، وكان لحد فتره معينه مدرب عندنا، ثم انتقل لنادي هليوبلس لظروف ما، اشتغل هناك، خلى نادي هليوبلس ما شاء الله في المقدمه. هليوبلس برضه والاهلي ولاد عم برضه يا كابتن. انا عندي طلع عيننا اربع سنين عشان نرجع نجيبه تاني، الحمد لله وقدرنا نجيبه السنه دي. وكان معانا كان كابتن اسامه خلف، نفس القصه برضه، كان في نادي الجزيره، قدرنا ان احنا نجيبه النادي عندنا. يعتبروا اثنين من احسن المدربين في مصر. الحمد لله البطوله اللي فاتت كان عندنا بطوله جمهوريه، اشتركنا فيها مرحله البراعم ومرحله الناشئين ومرحله العمومي، حققنا نتائج طيبه ان لم تكن اللي احنا بنرجوها كنادي اهلي، ولكن في تقدم جامد جدا في المستوى، في ناس عملت شغل كويس قوي. ربنا كافئنا بحاجه، يعني احنا اول مره السنه دي ندخل مرحله البراعم ناخد الكاس بتاعها ما شاء الله، بنات والكاس البراعم العام. الناشئين عملنا نتائج متميزه، وبرده في الدرجه الاولى مها عملت شغل كويس جدا، ما شاء الله خدت كاس احسن لاعبه ما شاء الله، وحصلت على ميداليتين ذهب وميداليه فضيه. ايوه كده مها بقى. ايوه كده بقى. يعني زي ما تقول في سيستم اتحط. انت قلت لي يا كابتن لما كنت يعني شرفتنا في الاستوديو كذا مره، قلت ان انا هشتغل على الناشئات والبرايم والناشئين كمان. تمام. وقلت كمان ان انا عايز الالعاب اللي كان عندنا فيها مشكله قبل كده، سواء الغطس او السباحه التوقعيه، وكان كابتن ريتا حضرتك لو تفتكر كانت معانا، قلت ان انا هشتغل ان انا ارجع نادي الاهلي في مكانه الطبيعي. وهي هترجعه بمكانه الطبيعي انك بتشتغل على الاولاد الصغيره. صحيح. لحد برضه هنرجع نقول تاني، احنا قاعدين او ماشيين، احنا في ناس عايزين نسيب حاجه للنادي الاهلي، نسيب نوعيه جيده من اللاعبين معاها نوعيه جيده من المدربين. اي حد هيجي هيقود الفتره دي. صحيح. عندنا بطوله كاس مصر ان شاء الله في شهر 3 بالظبط، كنت لسه هسالك على البطولات القادمه. ان شاء الله بطوله كاس مصر احنا هي دي التارجت بتاعتنا، ان احنا نعمل فيها نتيجه كويسه، وبناء عليه احنا تقدمنا باول ما يمكن مجلس الاداره مسك، احنا تقدمنا بطلب سفر لهولندا عشان يشارك في بطوله ايندهوفن الدوليه، وفي اول جلسه تمت الموافقه، اول جلسه مجلس اداره خدنا موافقه تنفيذي على طول، تم الموافقه على طول على طول، وبدانا نشتغل في السفريه، وان شاء الله مسافرين معنا دكتوره رانيا طبعا رئيس البعثه، دكتوره رانيا علواني رئيس البعثه، رئيس البعثه ان شاء الله، ونسافر ان شاء الله يوم 30 وهنرجع يوم 6 ان شاء الله، نبقى جاهزين لبطوله كاس مصر، وبنتمنى التوفيق ان شاء الله. هنغطيكوا يا كابتن في البطوله دي، وهنعرف طبعا احسن النتائج واحول اللي هنعمله، ويمكن كابتن طارق برده اكيد يفيدنا اكتر في البطوله. طبعا. كابتن يعني قول لنا البطوله دي كام دوله مشاركه، ايه اهميتها، ليه اخترنا البطوله دي بالذات في هولندا؟ البطوله دي انا اخترتها ان انا طلعتها 3 مرات مع نادي هليوبلس. طلعتها والنادي الاهلي كان بيشترك في بطوله السويد،
السويد ده دايما طويله لوند. طلعتها لما كنت انا في الاهلي طلعتها معاهم مره لما اتنقلت رحت نادي اليوكلس. قعدنا ثلاث سنين اخر ثلاث سنين يعني بروح البطوله ديت. اما رحت النادي الاهلي حطيتها في البلان بتاعي. انت شايف ان ايندنهوفن احسن كتير من سويسرا او انت شايف من السويد اقوى من السويد؟ انا اسف يعني اقوى هيبقى اقوى. هي بتبقى البطوله دي برضو دول اوروبا بتبقى حطاها في السكادول بتاعها عشان خاطر البطولات الدوليه بتاعتهم، فبياخدوها برضو معسكر تدريبي للبطولات الرسميه الدوليه بتاعتهم. كم لاعب ولاعيبه مشاركين يا كابتن؟ لا هو 16 دوله 27 نادي، فلو كل نادي دخل ب 15 لعيب هتعمل لعيبه كتيره قوي، اعداد كبيره قوي. وهي الميزه اللي فيها ان هي ممكن تخش من تحت من فوق 11 سنه لدرجه اولى. احنا رايحين باعمار سنيه عامله ايه؟ بس خليني قبل ما اعرف الاعمار السنيه دي بيبلغوني الشوط الاول انتهى لمباراه كره السله بين الاهلي والجزيره في نهائي المرتبط. الحقيقه بمفاجاه شويه، الشوط الاول 19-4 للنادي الاهلي، الحقيقه مفاجاه غير متوقعه، جود ستارت، ولكن ده مش يعني مؤشر لنهايه المباراه. كل ده الربع الاول انتهى 19-4 نتيجه كبيره، وكمان انا اسف 29-11 لان احنا 19-4 دي كان الاول، دي النتيجه كان فاضل دقيقه و12 ثانيه، دي من ارض الملعب 29-11، هي نتيجه كبيره، جود ستارت يا رجاله. النتيجه دي بس النتيجه دي طبعا في الربع الاول مش مؤشر على سير المباراه. يمكن الاهلي كمان عامل اربع فاولات ونادي الجزيره عامل فاولين، يمكن عندنا فاولات اكتر من نادي الجزيره، ولكن بدايه موفقه. لو حافظنا على الفرق ده او حتى الفرق ده مشينا مع نادي الجزيره بونت ببونت، بيتهيألي بنسبه كبيره ممكن ان شاء الله نفوز باللقاء، ويبقى مباراه المرتبط بكره ان شاء الله هي تكون الختام اذا ربنا كرمنا فيها. كل التوفيق لهم النهارده، وهنتابعكم خلال الحلقه كمان عن النتيجه. اتفضل يا كابتن طارق. انا اسف، عايزين نعرف احنا هنشارك في بطوله ايندنهوفن بكام لعيبه ولاعب والمراحل السنيه بتاعتهم ايه يا كابتن؟ احنا هنشترك ب أربع بنات وثلاث ولاد، مراحلهم السنية من 15 سنة لغاية ما درجة أولى. طبعًا كنت حابب إن أنا أدخل عدد كبير قوي من اللعيبة، ما قدرناش دلوقتي ندخل لعيبة كتير، إن إحنا ماشيين برولز وماشيين بقواعد جوه النادي. عشان أسفر سفرية زي ديت لازم أرقام معينة وشكل معين يحققوا اللاعب عشان يقدر يسافر. تمام. طيب يعني خلينا نقول البطولة دي توقيتها، هل انتوا اخترتوه بعنايه عشان عندنا بطوله بعد كده، ولا هي اللي فرضوا علينا ان البطوله ميعادها كده؟ لا هو اوريدي في السكادول البطوله ميعادها بتتلعب في الوقت ده كل سنه. حلو. فبناء على دي احنا ابتديت احط البلان بتاعي ان انا عندي كاس مصر في اخر مارس لغايه نص ابريل، فعايز بطوله قويه. انا طالع من بطوله الجمهوريه، طبعا انا بقالي في النادي الاهلي من لسه السيزون دوت. طبعا ده اول موسم، بس انت طبعا ابن النادي الاهلي وطول عمرك في النادي الاهلي، فانت مش غريب واكيد عارف. انا بتكلم كشغل يعني، انا استلمت الشغل في فتره قليله لسه. فحطيت بلان سنوي ما شاء الله، حطيت بلان سنوي عشان نقدر نوصل لجمهوريه تارجت، كاس مصر تارجت. فبدل المعسكرات قلت لا اختار بطولات دوليه اشترك فيها. من هنا جه اختيار البطوله دي توقيتها كمان. تمام. طب انت الاستجابه لقيتها من النادي الاهلي ازاي يعني اول ما عرفت؟ لا فورا. يعني انا كنت لسه انا مقدم على السفريه من وانا شغال في بطوله الجمهوريه. جميل. ابتديت اقدم عليها فاخدوا موافقه وانا لسه ما خلصتش البطوله. يعني هو ده النادي الاهلي. دي حقيقه ان شاء الله هيبقى فيه اكيد دعم كمان وجود الدكتور رانيا علواني عضو مجلس اداره في المجلس، سباحه مصر العظيمه طبعا. اكيد ده دفعه كبيره لالعاب الماء كمان. طبعا اكيد دي حقيقه، منتظر اكيد منها المزيد طبعا. اكيد هتساعد بوجودها جوه مجلس اداره معاكم كتير جدا. وهي الدكتوره رانيا يعني تعرفني شخصيا، زميلتي، انا كنا صغيرين طالعين مع بعض يعني. فوجودها مهم جدا بالنسبه لي يعني في السفريه زي دي، ان هي تشوف طبعا تحط الدنيا ماشيه ازاي. ان شاء الله. لا كل التوفيق لكم يا كابتن، واروح طبعا لبطلتنا الاولمبيه طبعا ريو دي جانيرو، والشغل اللي انت عملتيه كبير جدا. اخبارك ايه يا مها؟ تمام كويسه. قولي لي بقى انت اخر استعداداتك، بتستعدي لايه؟ مستواكي اخباره ايه؟ طمنينا عليكي كده جنرال. هو انا الحمد لله كان في تجهيز يعني كويس قبل بطوله الجمهوريه، والحمد لله جبت 2 ذهب واحده فضه ما شاء الله، و2 ذهب كمان زوجي مختلط، دي كانت اول مره تحصل جبت زوجي مختلط مع زياد يسري،
على 3 متر ثابت، فدي كانت اول مره تحصل. جبت كاس احسن لاعبه مرحله عموم يعني نساء. يعني انت خدت مجموع 5 ميداليات تقريبا؟ 5 ميداليات، 4 ذهب وواحده فضه. ما شاء الله كاس احسن لاعب. خدت كاس احسن لاعب. تاتش وود، ربنا يكرمك تكملي كده على طول يا رب. طب قولي لي، انت مشاركتك في الاولمبياد اللي فاتت اكيد اديتك خبره، شفتي رؤيه احسن، شايفه نفسك راحه ازاي في 2020؟ هو يعني دلوقتي يعني شغالين في خطه كويسه، بنتمرن وكده، وفي بطولات جايه ومنها اندهوفن اللي احنا رايحينها ان شاء الله، دي برده احتكاك كويس، وماشيه على الطريق طبعا كويس الحمد لله. بس في بطولات بقى بنحتك في منافسه قبليها، في تمرين تجهيز، بس ان شاء الله خير يعني اكيد وجوده معاكي. طبعا كابتن طارق، طبعا اول ما جه النادي طبعا فرحت كويس، فرحت قوي، لان كابتن طارق طبعا مدربين كويسين. كابتن طارق مدربين كويسين طبعا، كابتن اسامه خلف جاي من نادي جزيره طبعا مدربين كويسين جدا، طبعا فرحت وان شاء الله التجهيز يعني يكون مستوى عالي عشان انافس اولمبياد. يعني ما هقول لك بتتمرني ازاي، انت من اسكندريه صح؟ انا عارف، ما فاكر. طب انت بتتمرني ازاي، يومك ازاي بتتمرني؟ هنا دلوقتي دخلت سنه اولى كليه اداب قسم اعلام، يعني بحاول اواظب لحد ما. كليه اداب قسم اعلام جامعه اسكندريه. اسكندريه. انا قلت هنا في القاهره، لا بس ده برضه هتبقي انت مشتته ما بين هنا وهناك، بس بتقدري يعني ماشي الحال لحد ما. ربنا معاكي. طيب بتعملي ايه قولي لي بقى؟ يعني بيبقى عندي محاضرات طبعا كل يوم، وطبعا الجامعه مش احنا انتظام، فطبعا فعندي مواعيد لازم، ما ينفعش اغيب اكتر من 3 محاضرات، اكتر من 3 محاضرات مثلا في الـ في الـ في الترم، فبحاول اوافق يعني. موضوع متعب. متعذبه جامد هي. جامد ها؟ طبعا متعذبه جامد في المشوار. وهي طبعا كمان اسكندريه محطوط لها بلان تمرين 3 ايام في الاسبوع، يعني حاجه ما بتحصلش. بتتمرن يبقى في اسكندريه يا كابتن؟ يعني بتتمرن فيتنس. فيتنس عامل لها برنامج فيتنس شغال عليه. بس خلي بالك، هو اصل هو كلنا مرينا بالمرحله دي، خلي بالك كابتن ومها برضو، فانت هتتعبي شويه بس في الاخر الموضوع بقى طبعا. يعني وبالتالي انت كمان موهوبه، ولا ايه رايك كابتن؟ انت موهوبه اكيد طبعا، هتوصل للمكانه دي طبعا. لا مش عشان يعني على الهواء اقول الحقيقه كابتن. لا دي حقيقه. لا دي حقيقه حقيقه. لا ايوه موهوبه. لا ما هو انا قصدي اقول ان الموهبه ممكن ما تبقاش محتاج قوي الهارد ورك، ما هو لازم هارد ورك، ولكن عندك الصيف اشتغلي فيه، عندك بطوله زي اللي احنا رايحين اشتغلي فيه، لان انت مش بس الموضوع على قد الاداء الحركي، لا ده انت عايز عشان توصل الاداء الحركي ده تعمله عايز تمرين بره. كويس صح كلامي ولا لا؟ صح. تمرين ميه وبره. عايز اقول لحضرتك حاجه، دخلنا بطوله الجمهوريه حققت المكاسب دي بثلاث ايام، ثلاث ايام في الاسبوع، ثلاث ايام تدريب بس. يعني قعدت عندها امتحانات لغايه دلوقتي، عندها امتحانات، قعدت اسبوعين، اسبوع منهم ما جاتش خالص تمرين خالص، اللي هو الاسبوع اللي قبل الكومبيتيشن، قبل البطوله على طول، قبل المنافسات. قبل الاسبوعين دول كانت واحده التمرين بتاعتها ثلاث ايام، ودي ما بتحصلش في العالم يعني. ما شاء الله. وده برضه يدل على موهبتي كمان بصراحه. دي اللي بيلعب معاكي بابا ولا ماما؟ الاثنين الصراحه. لا مش عايز اجابات دبلوماسيه. عايز الاثنين. لا بابا بيبقى في الشغل، هي ماما بقى. يعني خلينا نقول يعني المشوار برضو راحه جايه. لا بصراحه يعني بابا برضو فلوس القطر رايح جايه، انا ساعات بروح الصبح وارجع بالليل وبعدين. لا تنفعون. بس انت عندك حلم. عندي حلم يعني حلمك في الاولمبياد ان شاء الله. مش طب انت هتشوفي في ابطال من اللي لعبتيهم في الاولمبياد هتشوفيهم في بطوله هولندا؟ في لما في لعبه اولمبيين. في لعبات اولمبيات انت قابلتيهم في بطوله ريو دي جانيرو هتشوفيهم هنا. ان شاء الله. بتهيألي بيبان بقى المستوى، بيبان الدنيا، انت عملتي ايه، هم عملوا ايه، انت بتهيألي فتره طويله ما اتفرجتوش على بعض. لحد ما، بس احنا عشان الغطس كمان بيتغير من فتره لفتره على طول، يعني ممكن مثلا بعد شهر المستوى يتغير خالص، ممكن بعد اسبوع كمان. صحيح. فالدنيا بتتغير خالص في الغطس، فمش شرط البطوله دي تكون هي المقياس يعني. صحيح. لسه فاضل سنتين. صحيح. طب كابتن، يعني كابتن طارق ارجي لحضرتك، انت شايف برضو خلينا نشيل الغطس شويه كده، لان حضرتك مسؤول عن يعني مش رياضه واحده، اخبار يعني السباحه التوقيعيه، خاصه لما حضرتك جيت وتوليت المسؤوليه كان عندنا مشكله في الجيم ده او في اللعبه دي، اخبارهم ايه دلوقتي؟ السباحه التوقيعيه احنا لسه مخلصين بطوله جمهوريه مرحله البراعم 8 سنين و10 سنين. الحمد لله كسبنا مرحله 8 سنين خدنا اول، ومرحله 10 سنين خدنا ثاني، فرق 3 من 10.
برضو مرحله ابراهيم خلي بال حضرتك احنا مش بصوره تنافسيه قوي، لكن هي بقدر الامكان احنا بنحاول نجهز البنات. تمام. يعني حتى بنشترك ب ثلاث فرق اي بي سي، ما على بي وسي احنا كسبانينهم في الانديه الثانيه، هي ايه بس احنا ما خسرناش الا مرحله 10 سنين ايه، وخسرناها فرق 3 من 10. طب بس انا برضو معلش انا هقطع حضرتك، كان طبعا معانا على الهاتف كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن وائل. يا كابتن هيثم ازاي ضيوفك الاعزاء وبتمسي عليك كلكم، وببقى سعيد جدا 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 في المداخلات الجميله اللي انت بتعملها معانا. كابتن وائل حضرتك يعني ضيف عزيز على قلوبنا وحاسين بمجهودك المبذول، والحقيقه ابطالك اللي منورنا في الاستوديو الحقيقه برضو يعني بيشرفوك وبيشرفوا او حتى بيترجموا مجهودك لحاجه كويسه يا كابتن وائل. والله انا ببقى سعيد وفخور بيهم، سواء الاداره الفنيه او كابتن طارق وكابتن كابتن طارق الصغير وكابتن طارق نبيل ومع السلام. انا بجد سعيد بمنظومه الغطس، الحمد لله ربنا كرمنا اخر كرم الفتره اللي فاتت وعملنا نتيجه كبيره جدا بمجهود الناس اللي قاعده قدامك وتعبوا، وانا بشكرهم على الهواء. ان شاء الله بمشيئه الله بنوعد ان احنا هنبقى في نتائج احسن الفتره اللي جايه. طبعا انت عارف موضوع سفريه هولندا، ان شاء الله بمشيئه الله باذن الله خير علينا، والنتائج اللي فاتت حاجه مشرفه. النادي الاهلي منتظر منك كتير، واحنا ان شاء الله زي ما بقول كده في خدمه النادي الاهلي في اي وقت في اي وانتوا قدها ودود يا كابتن الحقيقه. وخليني اسالك سؤال تاني برضو، يعني يمكن بطوله هولندا هي البدايه، انت عندك بطولات اكيد اجنده دوليه، يعني الفتره اللي جايه انت عايز تشارك في ايه او بتحلم في مشاركه ايه دوليه؟ ان شاء الله بمشيئه الله. انت احنا عندنا دلوقتي مشاركه دوليه بالنسبه للاعبين اللي قدامك، مع عبد السلام كان لسه راجع من الاولمبياد. تمام. ده بطوله عالم ان شاء الله، عندنا ولدين وبنتين ناشئين ان شاء الله بمشيئه الله نشوفهم في بطوله البحر الابيض وبطوله العالم. احنا بنعد الاولاد بتوعنا عشان ان شاء الله بمشيئه الله نشوف 2020 كل نسبة كبيرة من منتخب مصر في الغطس من النادي الأهلي إن شاء الله بمشيئة الله. إن شاء الله. بالنسبة للبطولات المحلية عندنا بطولة إن شاء الله في شهر 4، ودي بنعمل لها استعداد من دلوقتي، ومسافرين هولندا، وفي بعد كده معسكر مغلق للولاد، وإن شاء الله تشوف النتيجة المرة الجاية إن شاء الله بمشيئة الله أحسن من المرة دي إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. مجهود مشرف كابتن وائل عزت طبعا رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، شكرا جزيلا. مجهود الحقيقه يشرف وجود حضرتك دايما معانا، بيشرفنا في الاستوديو يا كابتن وائل، لان انت من الناس المخلصين للنادي الاهلي ومجهودك باين الحقيقه من فتره طويله. ارجع لكابتن طارق، معلش قطعت حضرتك. لا 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 طبعا كان مهم جدا كابتن وائل يكون معانا. ده اكيد. خلي بالك كابتن وائل بيشرف على 4 ألعاب، كل لعبه صعب جدا انك تديرها لوحدك. صحيح. فما بالك ب4 ألعاب. صحيح. هو في الاخر كلنا بنصب عنده، بس في نتائج الحمد لله. الحمد لله في نتائج. خلي بال حضرتك برضو احنا بقالنا 4 5 سنين بنشتغل الحمد لله. الحمد لله، ودي اهم حاجه، مفيش خلافات، في تفاهم. لما بنقول فلان هيجي خلاص يجي، فلان خلاص مش هيبقى، مش هينفعنا الفتره الجايه مش هينفعنا، بنرسم السياسه ازاي، بنمشي في هارموني ما بينكم، في سيستم محطوط، وفي كيمياء بيننا حلو قوي، وده يمكن سر نجاحنا قبل ما يبقى فيه حاجه فنيه او حاجه. تمام. طب كابتن خلينا نتكلم برضو عن السباحه التوقعيه، يمكن هل في مشاركات قريبه ليه؟ لان احنا عندنا 6 أو 7 لاعبات من النادي الاهلي مع المنتخب، وطبعا كابتن ريد هي المدير الفني بتاعتهم هنا وهناك. خلينا نقول اخبارهم ايه الفتره الجايه في اشتراكات دوليه، مخطوط خطه بتاعتهم ايه الفتره الجايه؟ احنا ان شاء الله عندنا بطوله الجمهوريه هتبتدي في شهر 3 اللي جاي. جميع المراحل 12 سنه 15 سنه 18 سنه درجه اولى، وزي ما قلت لحضرتك برضو في اللقاء السابق الولاد او البنات اللي هم اشتركوا في البطوله الدوليه اللي كانت معموله في البرتغال، البحر الابيض المتوسط، هم دول النواه كانت بتاعتنا من قيمه 3 4 سنين، احنا بنجني ثمارها دلوقتي. هم هيلعبوا 18 سنه هينافسوا نادي لوبس، نادي كبير جدا في مجال السباحه التوقعيه. كل البنات عنده درجه اولى 18 سنه ودرجه اولى منتخب، ومع ذلك احنا ان شاء الله هننافسهم وان شاء الله نحقق نتيجه طيبه.
زائد ان هم هيشتركوا في الدرجه الاولى اول مره السنه دي هنشترك بالدرجه الاولى. ده شغل من 3 4 سنين، الموضوع طبيعي بعد ده التارجت بتاعنا وده اللي احنا كنا عايزين. التارجت اللي انت عايزه لما يطلعوا درجه اولى يكونوا اكتسبوا خبرات. احنا بقى لنا 27 سنه وفوق ال 27 سنه كمان مش متواجدين كدرجه اولى عن السباحة الطبيعية. قلت لي انا جاي عشان الحته دي. لما بنشوفهم والله صدقني لما بشوفهم كده احنا الواحد بيسترجع الاربع سنين اللي فاتوا او الخمس ست سنين اللي فاتوا والواحد بيبقى سعيد جدا. لعيبك لما بطلع الحمام السباحه وبتفرج على التمرين بتاعك واوقات كتيره جدا ببقى معدي رايح جاي ببقى سعيد، سعيد من الروح، سعيد من الاسر اللي قاعده. بالظبط بالظبط. لا عاملين جو حلو. والتشابه وان ما فيش حد يقع منك في الفتره دي بحكم ان هم بنات. برضه عندهم مذاكره، عندهم دراسه، طبعا الدراسه قاسيه جدا وممكن ولي الامر يمل منك في وقت من الاوقات لان عدد ساعات التدريب عاليه جدا وكتيره جدا واوقاتها ممكن تكون مش مناسبه. صحيح. في دروس، في عوامل اخرى، فكون ان هم محافظين بهذا التقدم وتواجدهم دي حاجه كويسه جدا وانا بشكرهم عليها. يعني بس برضه خليني اقول لك لعبه الغطس انا مش عايز اخرج عن لعبه الغطس، انا جاي النهارده مش بقل سباحه طوقيه يعني بس الغطس انا بالشيء يسكر لان احنا قعدنا كتير قوي اتكلمنا سباحه توقيعيه ولكن لعبه الغطس النهارده انا عندي مش بقل طبعا من الناس اللي فاتت، عندي كابتن اسامه كساب، كابتن طارق، كابتن اسامه خلف ده مدرب من احسن مدربين في مصر جبناه من نادي الجزيره ما شاء الله، كابتن محمود الحياتي، كابتن احمد هنيدي، ناس كلها يعني جهاز محترم يا كابتن، جهاز كامل ما شاء الله، دكتوره ناهد، عمرو الكاشف، كابتن عمرو الكاشف من اول سنه برضو ينضم معانا السنه دي، في كابتن منى هجراسي مدير قطاع التعليم تحت عامله شغل كويس جدا. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا ابتدينا حته حته لكن في الاخر توصلنا ان بقت المنظومه كملت وخلاص حان الوقت ان احنا نجني الثمار ده. حاجه جميله. ويمكن كابتن طارق كمان يعني لما حضرتك رجعت طبعا النادي الاهلي بيتك حسيت ان انت دخلت في المنظومه على طول. على طول انا كنت عامل بلان، يعني انا كنت بكلمهم اقول لهم يا جماعه يعني ما تقلقوش انا عامل بلان اول ما اجي انفذه على طول، يعني مش يعني انا واحد منكم ان انا كنت قعدت 9 سنين في اليوبلس وطبعا يعني يشرفني ان انا كنت في نادي اليوبلس 9 سنين طبعا. حصل فيهم نادي اليوبلس على 9 دراع عام ما شاء الله. والنادي الاهلي طبعا انا كنت دايما وانا في الايفنتات والسباقات اللعيبه بتاعت الاهلي بتنط بشجع يعني واحد منهم يعني طبعا. في مشاكل واقف معاهم بحلها فحاسس بيهم وعايش المشاكل بتاعتهم وعايش فين ده مش غريب على اولاد النادي الاهلي. فدخلت يعني ما خدش وقت يعني هو وكابتن طارق صغير ووائل وكابتن وائل وكابتن فاضل. محمد فاضل يعني عمل معايا سبورت جامد يعني سبورت ليه جامد جدا وهو يستاهل ده. صحيح. بقول يا كابتن انت لما جيت قلت وحضرتك جاي انت بتيجي تقول انا جاي اعمل كذا انا شايف ان في مشكله طبعا لا انا جيت قلت لهم انتوا عايزين مني ايه؟ يعني مش هعمل كذا. طب قالوا لك ايه يا كابتن؟ ما تقول يعني مش كلام الدبلوماسي. لا فعلا لا كلموني في قاعده استراتيجي للقاعده. ما بتضحك خد بالك. اتفضل يا كابتن. لا دي واحده من ضمن الاسباب ان كان بيحصل مشاكل ان هي في اجهزه مش موجوده للاسف نادي اليوبلس يعني الدايفنج بالنسبه له لعبه اساسيه وبتقطع فيها شوط كبير. طلبت الاجهزه دي يا كابتن؟ طلبت الاجهزه دي. هي مهما كانت في الاهلي كانت بتيجي تشتغل معايا وانا في اليوبلس على الاجهزه دي. يعني ساعه انضمام انا للمنتخب فقبل ما تروح موجوده في اليوبلس بالظبط. بس انا طلبتها وان شاء الله جايه طلبتها وان شاء الله هتتحقق ان شاء الله. يعني اهم حاجه عندنا يمكن البوردات كان فيها مشكله مهمه يعني مشكله صعبه جدا. البورد ده لازم يبقى المتحرك البورد المتحرك ده لازم يبقى مظبوط قوي عشان الولد نفسه او اللاعيبه او اللاعب لازم ينط وهو مطمن. لو طلع ولقى البورد مش مظبوط هيبقى يعني عمليه داخله في خطر كمان على اللاعب او اللاعيبه. في البابل سيستم ده جهاز برضو كنا البابل سيستم امتصاص الكرابيج يعني عشان اللاعب يحس بامان وهو نازل ما ياخدش كرباج. فدي برضو بتاثر بالتالي المدير الفني بيقدر يدي درجه صعوبه اعلى. البابل سيستم ده عشان اللاعب وهو بينط ما ياخدش كرباج يقوم يقدر ينفذ لك الحركات الصعبه وهي حركات درجات. لو البابل السيستم ده مش موجود رفعت طبعا اكيد هتلاقي رفعت مذكره بالكلام ده طبعا وهيتوافق عليها ان شاء الله باذن الله. انا كل ثقه ان مجلس اداره النادي الاهلي هيدعم الالعاب كلها انا عندي ثقه بكده ان شاء الله طبعا ان شاء الله يعني اكيد. ودي والسباحه من الالعاب الاساسيه وكمان مش كده بس احنا برضو بنحلم بقى ان يبقى عندنا الساعه بتاعتنا يا كابتن بقى على مستوى السباحه ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله نقدر ننفذ بطولات عالميه. خلي حضرتك يعني اول جلسه مجلس اداره بياخد قرار بسفر بعثة غطس يعني لما تيجي ترتب الالعاب حتى
يعني في العاب الماء الغطس مش لعبه رقم واحد، بس جت وقتها مطلوب، بس جت وقتها وعارفين اهميتها وكتبنا مذكره وتوافق عليها. نفس الكلام بالاجهزه، هم النشاط الرياضي بعتوا لنا قالوا لنا طلباتكم من اول وجديد وعايزين طلباتكم كامله كلها. صحيح. طب نجزئها، طب كلها عايزينها كلها مره واحده عشان تيجي. صحيح. فكتبنا طلباتنا ووديتهم لكابتن وائل، طبعا كابتن وائل بدوره رفع ان شاء الله هيتوافق عليها باذن الله. ان شاء الله. يعني خلينا اجي لك، تمرينك ايه اللي بيعلي مستواك؟ يعني اللاعب اي الغطس بالنسبه للناس يعني برضو رياضه بنتفرج عليها بس انما مش عارفين الديتيلز، ايه اللي بيعلي مستواك؟ هل قصه المسابقات؟ ايه اللي بيعلي مستواك؟ هو في اساسيات قبل، يعني مثلا بعمل حركه مثلا 3.5 لفات، في تجهيزات قبليها مثلا، يعني حركه متقسمه مثلا جامب، لف، دوران ونزول ميه، فكل حاجه من دي بتتظبط بحاجات معينه، فكل حاجه من دي بتاخد يعني وقت، فدي طبعا حاجات دي. وفي بقى الشغل الارضي طبعا بيظبط حاجات الميه واللف والدوران. محتاجين نفس في اللعبه، نفس يعني جري. فيتنس، يعني احنا محتاج كل في اللعبه دي بنحتاج كل حاجه، يعني فيتنس وجمباز وحركه جمباز ومرونه كل حاجه. يعني صحيح. دي يعني انت بتجهزي الحركه على الارض الاول قبل ما تطلع تنفذها على الاستاد. لازم الحواس كلها تبقى شغاله. كل الحواس لازم تتنمى. في توافق عضلي عصبي كل حاجه، بس الملي بيفرق كل حاجه. يعني لو عملت حركه قبل حركه او يعني صعب، لا صعبه، وكمان الواحد بيبقى شايف نفسه، انت شايفه نفسك، انت تعمل الحركه بتزيد بتتفرج على نفسك. اي غلط بيأثر على الحركه، يعني اي بس حاجه، يعني مثلا ايدي مثلا قدام شويه تأثر على الحركه، فاي اي حاجه اتغيرت اثر على الحركه. صعبه قوي الحركه بتبقى الله يكون في عونك، والله صعبه جدا. لا يعني عشان الحركه الواحده يعني تتعمل تعللها السكيل المهارات تقعد ستيبس كبيره قوي. كابتن هقطعك، يعني لحظات انتهى الشوط الثاني منذ لحظات في كره، في مباراه كره السله الاهلي الجزيره، النتيجه قدامكم 46-32، فرق 14 بونت. الشوط الاول انتهى 29-11، كان فرق 18. الشوط الثاني الجزيره كسب فرق 4 بونت، اذا المحصله 14 نقطه 46-32، نتيجه كويسه. يعني ده لما تطلع في الهاف تايم جايب فرق 14 نقطه نتيجه كويسه، ولكن انا شايف النتيجه دي برضو مش هي اللي تحسم اللقاء. نادي الجزيره نادي كبير ونادي عنده لعيبه دوليين، رامي جنيدي، شريف جنيدي، ومدير فني الكرداني طبعا يعني الصاعد الواحد. لا الفرق كويس او كل حاجه جود ستارت، ولكن محتاجين الثالث، والشوط الثالث هو اهم ما في المباراه. يعني يمكن هو الشوط الثالث لو النادي الاهلي عدى بالفرق ده بنسبه كبيره ان شاء الله ممكن يكون الفوز للنادي الاهلي. خلينا نشوف ونتابع برضو اثناء البرنامج، ولو حتى بعد البرنامج زميلي كابتن محمد فاروق سعد اكيد هيتابع المباراه. معلش ارجع لك تاني يا مهن، اسف قطعتك يعني وقطعت كابتن طارق، ان حركه الايد حتى بتاثر الاتزان، حتى المود النفسي كمان بيفرق، لو جاي مجهد برضو بيبقى الموضوع كل حاجه بتاثر. طيب الاحتكاك، يعني خلينا نقول التمرين، بتنط في التمرين كتير وبتتمرن كتير، الاشتراكات في البطولات بيديك ايه؟ طبعا ما بيخلينيش ابقى خايفه، يعني بيديلي ثقه طبعا في نفسي، يعني بعدين حركه مثلا لو غلطت بتعلم من غلطي، يعني مثلا كان عندي مشكله في الحركه دي وعملت مثلا نطيت وحش في البطوله، يبقى في سبب ان انا يعني نطيت وحش في البطوله. صحيح. فبعالج بقى السبب ده. صحيح. طب يعني برضو كابتن طارق خليني اقول لك، خلينا نسال البطولات مش بس يعني ناحيه نفسيه اكيد، لان هو اللعيب لما بيتحط تحت ضغط بيبقى قلقان. البطولات الكتيره دي ممكن ليها فايده تانية غير النفسي، يعني التكنيك والحاجات دي، ثاني التمرين برضه طبعا ليها فايده، غير الفرق، غير الفايده النفسيه بيبقى فيها فايده في ان انت تبقى شغال البروجرس بتاعك عامل ازاي، التوتال بتاعك، سكورك. صحيح. هل انت بتطوره ولا مش بتطوره؟ كل فتره بتعمل زي تيست لنفسك كده. طب كابتن انا اسف هقطعك ونرجع تاني للمنافسات، معانا على الهاتف الكابتن فادي هاني المدير الفني لفريق الجيش لكره السله. كابتن فادي، البقاء لله الاول. بقاء لله يا كابتن، بقاء لله لينا كلنا، كل أسرة كرة السلة. يعني وفاة الكابتن محمد الجزار رحمة الله عليه كانت مفاجأة كبيرة لينا، خاصة أن الوفاة كانت مفاجأة بعد مباراة نادي الجيش ونادي الاتحاد السكندري باسكندرية. والله يا كابتن هيثم احنا هي فاجعة، يعني صدمة كبيرة. احنا رجعنا يوم بعد المباراة بالليل وكانت الأمور كلها كويسة، ثم تاني يوم بقى قضاء الله يعني، وربنا يرحمه ويغفر له. ربنا يرحمه ويحسن اليه. كابتن فادي، يعني ايه اللي هيعمله نادي الجيش طبعا لتقديم الراحل الكابتن محمد الجزار؟ بص يا كابتن طبعا نادي الجيش لو عمل اي حاجه مش هيوفي الكابتن محمد الجزار حقه، يعني
بس احنا ان شاء الله هننظم زي مباراه تأمين او تكريم لي لاسم الراحل يعني يوم الثلاث الجاي ان شاء الله 9. وانا بدعي الناس كلها عن طريق قناه النادي الاهلي عن طريقك الناس كلها تكون موجوده وتشرفنا في النادي ان شاء الله نبقى موجودين باذن الله ان شاء الله. هيكون تحت رعايه الاتحاد المصري ومنطقه القاهره والجيزه واللي هو مجدي اللوزي رئيس نادي الرياضه طبعا هو اللي هيبقى كل حاجه ان شاء الله وهو اللي على راس التنظيم يعني. احنا بندعو كل لعيبه الانديه وكل انديه مصر ان هي تحضر التكريم دوت يعني او التأمين دوت ويعني يكون ان شاء الله حاجه بسيطه يعني. بالنسبه للجانب الاخر اللي هو الجانب المادي يعني ان شاء الله المعنوي المادي ان شاء الله احنا عاملين له حاجه كبيره يعني ان شاء الله وربنا يعني يكرمه ان شاء الله ونقدر نوفي اولاده. هو انت عارف انه عنده ولدين صغيرين يعني ربنا يتولاهم بقى ان شاء الله يعني ونكون بنقدر نساعدهم في حاجه بسيطه يعني. حقيقة كلام محترم يعني تكريم نادي الجيش هيبقى معنوي ومادي في نفس الوقت وربنا يعينك وتتخطى الازمه دي بالفرق لان دي الحقيقه الازمه دي او الصدمه دي خاصه لكابتن احمد الجزار اخوه المدرب العام معاك يا كابتن فادي. لا اتمنى لو على دي بقى ان اخو احمد الجزار طبعا المدرب العام هو لعب في الفرقه دي 12 سنه كابتن هيثم وكان كابتن الفرقه وهو قريب جدا لغايه السنه اللي فاتت كان بيلعب وكان قريب جدا من كل اللعيبه والسنه دي هو ما بقى المدير الاداري للفريق يعني انا مش عايز اقول لك دوره كان قد ايه كبير وهو قريب منهم قد ايه هو يعني صدر حنين ليهم هو القوي هو كل حاجه كان في الفرقه بصراحه يعني كان قريب جدا بالنسبه لهم اللعيبه كلها متاثره تاثر غير طبيعي يعني. ان شاء الله يعني المحنه دي نقدر نعديها وهنعديها باللي احنا هنعمله له ان شاء الله لما اللعيبه تحس ان احنا واقفين جنبه وما سبناهوش يعني ان شاء الله الدنيا هتبقى احسن باذن الله. ان شاء الله كابتن فادي هاني المدير الفني طبعا لنادي الجيش لكره السله شكرا جزيلا. ان شاء الله تكريم كابتن محمد الجزار يليق باسمه ان شاء الله نحاول قناه النادي الاهلي نكون موجودين يوم تكريمه يوم الثلاث هنحاول طبعا ان شاء الله نبقى هناك. رحمة الله عليك يا كابتن محمد. ارجع طبعا لحلقتنا نجوم الغطس طبعا معانا كابتن انا اسف قطعت حضرتك فايده المشاركات طبعا لا هي بتبقى الدايفنج ده بيبقى غطس لعبه سكور فاللي بيجيب سكور اعلى هو اللي بيكسب فيجيب سكور بقى تحت ضغط عنده مشاكل بيتمرن كويس ولا لا معمول له اعداد كويس ولا لا يعني بتحط في سيتويشن ان هو لازم يجيب سكور عشان يكسب. طب كابتن يعني سؤالي الاخير ليك طموحاتك ايه مع النادي الاهلي على المستوى القريب؟ اخد دراعي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. شايف ده قريب يا كابتن؟ ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني وقاعده طبعا يعني انا عايز اعمل بصمه للنادي فعلا الناس عامله سبورت جامد جدا واي حاجه بطلبها بيعملوها لي فلازم اشتغل يعني لازم يبقى في حاجه يعني ان شاء الله يبقى في حاجه ناخد الدرع ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله. قولي لي يعني طموحاتك ايه مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ ان انا اجيب كذا ميداليه ده مش ذهب واحده في بطوله اندوفن وبس ولو طلعنا بطوله تبع المنتخب ان شاء الله تكون كاس العالم في شهر 6 في الصين ادخل فاينل ان شاء الله. طبعا حلمي الكبير اللي هي اولمبياد طوكيو 2020 طبعا دي حلمي الكبير ان شاء الله اوصل له واتاهل وبعد ما اتاهل ادخل فاينل كمان ان شاء الله. ما ان شاء الله عايز في الاستوديو بطوله ميداليه اولمبيه لو سمحت ان شاء الله لو سمحت بجد يعني عايز بطوله اولمبيه ان شاء الله منك وكلنا يعني ندعي لك من قلوبنا ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. كابتن طارق طموحاتك ايه وخطتك ايه والبلان كراجل مسؤول؟ والله هي في طموحات محليه وفي طموحات دوليه. طموحات المحليه طبعا اشوف زي ما قال كابتن طارق ناخد الدرع. الطموحات الدوليه عايز اشوف مها ان شاء الله في طوكيو وما بعد مها. عندنا لعيبه كويسه جدا خامات كويسه جدا عندي احمد يحيى زياد يسري زياد المرسي يوسف مغربي شاهد ايمن مش عايز انسى حد عندي لعيبه كويسه كتير بتمنى ان هم كلهم يخشوا منتخب يمثلوا مصر في البطولات الدوليه ويعملوا نتيجه كويسه في البطولات الدوليه دي حاجه تسعدنا احنا كنادي اهلي واتمنى اشوفهم كلهم زي ما ها ان شاء الله وربنا يكرمنا ان شاء الله. بيك يا كابتن مجهودك ان شاء الله تشوفهم كده النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن طارق الصغير طبعا مدير جهاز يعني الغطس والسباحه التوقيعيه نورتنا وشرفتنا يا كابتن
وبنشكركم على المجهود اللي انتم بتبذلوه. احنا اللي بنشكر قناه الاهلي طبعا على الاهتمام بالالعاب، وده مش شيء جديد عليكم، ونتمنى ان احنا نبقى دايما مع حضرتك كده كابتن عزام ان شاء الله. كابتن واحنا هنا عشانكم. ربنا يخليك. ربنا يخليك. كابتن طارق نجيب بشكرك شكرا جزيلا ويلكم باك للنادي بتاعك وبيتك النادي الاهلي. اكيد ميرسي جدا. ان شاء الله الدرع العام ان شاء الله نتقابل بعديها باذن الله. باذن الله باذن الله. مها سلام طبعا بطله مصر واللعيبه الاولمبيه الكبيره، نورتيني وشرفتيني وربنا يعينك على الحرب اللي انت فيها ان شاء الله. شكرا لسيده ان شاء الله. اعزائي المشاهدين انطلق يعني انتهت حلقتنا مع ابطال الغطس نجومنا الجمال. سريعا بكره تستنونا من الساعه 3، عندنا يوم طويل مع كره السله ان شاء الله. هنذيع مرتبط 16 سنه النادي الاهلي والجزيره، ونذيع بعد كده الفريق الاول النادي الاهلي والجزيره نهائي دوري المرتبط او المباراه النهائيه. انتظرونا بكره يوم جميل محضر لكم مفاجات، هيبقى يوم ممتع ان شاء الله مع ملوك الصالات. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، إلى لقاء غدا الساعة 3:30. شكرا جزيلا.